appear. أخبار تتنى فترات الندى لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. يا صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا شباب. صباح الخير عليك يا منى وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. الثقة المتبادلة هي سر نجاح العلاقات أيا كان نوع هذه العلاقات، سواء بين الناس أو حتى علاقتك بالمؤسسة اللي انت شغال فيها أو بشغلك. في نفس الوقت ما ينفعش تروح تقول لحد ثق فيا أو أنت مش واثق فيا ولا إيه. الأسئلة دي بتشكك اي حد، يعني لو انت بتتكلم مع حد وتتعامل معاه وبتقول له هو انت مش واثق فيه عشان تحكي لي ولا ايه، دي بتشكك اي حد. فالثقه خلينا متفقين كده ان هي ما ينفعش تيجي بالنوايا فقط، لا، النوايا هي الاساس، لكن في النهايه لازم يصحب هذه النوايا افعال، لازم يصحبها تصرفات، تصرفات تؤكد بان الشخص ده بالفعل جدير بالثقه. بالمناسبه الشركات بتختبر في بعض الاوقات ثقه الموظفين عندها بطرق كتيره جدا، بطرق حضورهم في مواعيدهم، بالتزامهم بان هم ما فيش مره قصروا، لو ادوهم مهمه مثلا بيلتزموا بتنفيذ هذه المهمه في الوقت المحدد ليها، ما عندهمش مشاكل مع زمايلهم. في تصرفات كتير قوي المؤسسه بتختبر هذا الشخص، فبعد كده لو في مثلا مهمه تقيله شويه فبتقول لا احنا بنثق في هذا الشخص، الشخص ده هو اللي يقوم بهذه المهمه. فهي الثقه حاجه مهمه جدا انك تكسب ثقه الناس، لكن في نفس الوقت ما ينفعش تخطط وتقول ايه انا ناوي اكسب ثقه الناس، ما بتجيش كده. دي بتبقى صفات موجوده في كل واحد فينا، عنده الصفات المختلفه الموجوده فيه، على اساس هذه الصفات بيقدر يكسب ثقه الناس. سؤالنا بيقول ايه الصفه اللي من خلالها بتقدر تكسب ثقه الناس؟ وخلينا نبدا مع منى، ما هي الصفه يا استاذه منى؟ قبل ما نبتدي بده عايز اختلف معاك في حاجتين. اول حاجه بتقول ما ينفعش حد يجي يقول لك ثق فيا، بالعكس دي بتبقى بادره طيبه جدا ان اللي قدامك يعرض ان هو انك تثق فيه. هو بقى جدير بهذه الثقة أو لا ده من عندك بقى أنت هتقدر تقيم، لكن لما يبقى شخص جاي من البداية، احنا هنا طبعا بنفرق ما بين العلاقات الشخصية وبين علاقات العمل أو الشكل المؤسسي للعمل. يعني ما فيش حاجة اسمها الشركة من وجهة نظري، يعني الشركة بتثق في الشخص، الشركة بتقيم أداء الشخص لفترة فبتبقى شايفة إن هو أقدر على إدارة الموقف في بعض الأحيان، لأنه هو لو شايف انه مش لا يستطيع او مش كابابل يعني ان هو يتعامل مع الموقف مش هيخليه هو اللي يدير الموقف. معناه ان هي مش واثقه فيه حتى لو لفتره برضه، يعني في النهايه معناها ان مفيش ثقه ولو لفتره مؤقته. ما دام مكمل في الشغلانه بيبقى ده نوع من انواع الثقه، لكن في شخص بيجيد التصرف في مواقف الكذا، الشخص الاخر يجيد التصرف في المواقف الاخرى، فكل شخص له مكان وله توظيف. أو هي دي الإدارة الناجحة، أو هي دي الإدارة اللي بتقدر توظف الناس اللي عندها، لكن أنا أصلاً مخلي بني آدم لا أثق في قدرته على إدارة الأمور، دي أصلاً عمالة زيها. وهو كده يبقى أنا راجل ظالم، لأن في مكان تاني لحد تاني ممكن يكون أكثر كفاءة ومحتاج المكان إنه يشتغل فيه. دي طبعاً هي وجهة نظر. لو بنتكلم بقى عن العلاقات الشخصية، لا، لأن في ناس ممكن من الأول كده تبقى حاطة حواجز بينها وبين الآخرين فترفض إنها يبقى في بينها مساحة من إنها تقولك ثق فيا، طب جربني، طب بالعكس ده في ناس تبقى طيبة وعايزة تتعرفه وتقولك أنا ما بتطلبش الحاجات دي، صدقيني الحاجات دي هي العشرة والمواقف. لا بتكلم بجد، فعلا الحاجات دي عمرها ما كانت بتطلب في يوم من الأيام إن حد يروح يقول لحد ثق فيا. أنا مش هستنى أسمع الكلمة دي من حد، أنا لو شفت تصرفاته بالفعل معايا كويسة وفي عشرة طيبة ما بيننا وعدينا على مواقف كتيرة وبالفعل الراجل ده بيصون العيش والملح زي ما بنقول، الراجل ده فعلا راجل أمين بيتصرف معايا بكل حب، أنا هثق فيه من غير ما يجي يقول لي ثق فيا.
فعشان كده انا الكلمه نفسها او الطلب نفسه في حد ذاته برضو زي ما انت قلتي وجهات نظر ما بتقنعنيش. مقبول جدا، مقبول جدا الاختلاف، والا ما كانتش الناس بقت بشخصيات مختلفه، ما كانش حكم الناس على الشخصيات بيختلف من شخص للتاني. تاني حاجة ممكن جدا ان يبقى عندك علاقة مع شخص لفترة طويلة جدا وهو سمعته السابقة كويسة جدا، ولكن في وقت ما بيحصل تضارب مصالح، هنا بقى حيبان الشخص ده اهل للثقة فعلا ولا لا. طول ما مفيش مصالح متضاربة كل الناس اهل للثقة على فكرة، كل الناس حبايب، لكن اول ما يحصل الاختلاف هنا بقى تقدر تقيم الشخص هو فعلا اهل الثقة ولا لا. انا اعتقد من وجهة نظري، وطبعا يعني كل واحد بيبقى له صفات محددة من خلالها بيقدر يشوف اللي قدامه يقدر يكتسب ثقته ولا لا، انا هستخدم المصطلح الدارج، بشوف ان السلكان هو ده اكتر صفة ممكن تخليني اثق في اللي قدامي. يعني ايه؟ يعني مش لازم يبقى امن واحد، ومش لازم يبقى اشطر واحد، ومش لازم يبقى أكثر، لكن هو ما يكونش بيظهر غير ما يبطن، حتى لو هو ممكن يكون ردود أفعاله قد تكون في بعض الأحيان مش أحسن حاجة، ممكن يكون عصبي، ممكن يكون، لكن بالنسبة لي مدام الشخص ده واضح أفضل بكتير قوي من الشخص البسوم اللي بيقابلني وبيضحك في وشي اللي بيتكلم معاك كويس جدا لكن هو من جواه مش صافي. صحيح كلامك منطقي. أنا بالنسبة لي الصفة اللي ممكن من خلالها أكسب ثقة الناس، ودي حاجة يعني أزعم إن هي موجودة فيا لكن ما فكرتش ما خططتش ان انا اعملها، ان انا كتوم الى حد ما، يعني لو حد اداني سر فهو سر فعلا ما بيطلعش، حتى يعني ممكن تلاقي اتنين مختلفين مع بعض والاتنين سرهم عندي، يعني ده مش تصرف ثعباني مني ولا حاجه مثلا هنا في البرنامج او كده. شاذلي هو كاتم الاسرار، مش يعني عشان ما نكبرش المواضيع يعني، لكن يعني لو مثلا على سبيل المثال هي لميا تنضم لنا كمان شويه، لو لميا ومنا مثلا في ما بينهم وليكن في ما بينهم مثلا مشكله او اي حاجه، لميا ممكن تحكي لي الموقف ومنا لما تيجي تحكي لي الموقف انا ممكن اتفاجئ، او العكس، مش خبث مني ان انا بتفاجئ خالص، بس بتفاجئ عشان ما اعرفهاش ان انا كنت عارف، لان ده سر برضو من لميا مثلا. فحفظ السر بالنسبه لي من اهم الحاجات اللي ممكن من خلالها انت تكسب ثقه الناس. حاجه كمان من الحاجات اللي ممكن تكسب بيها ثقه الناس انك تكون شخص بسوم، يعني اللطف في التعامل مطلوب، ده بالمناسبة يعني لو كانت نيتك برضو كويسة، يعني نرجع برضو في الأول في الآخر نقول إن النوايا مطلوبة، لكن لو أنت شخص بسوم بتقابل الناس بابتسامة لطيفة، علاقاتك طيبة مع كل الناس، ما بتحكيش عن نفسك كتير، خد بالك برضو إن دي حاجة مهمة جدا، حتى لو عندك تجارب كتيرة في الحياة لكن ما بتحكيش عن نفسك كتير، بيقولوا عليها إيه؟ إيقاف مؤقت للأنا، يعني لو قاعد مع شخص والشخص ده بيحكي معايا كل يوم وانا عندي تجارب كتيره في المواقف اللي هو بيحكي فيها، مش لازم كل مره هو يجي يحكي لي حاجه اقول له انا عملت، انا رحت، انا عندي، انا ايقاف مؤقت للانا، بحيث ان انا اسمع منه اديله فرصه هو كمان. مش في مسابقه مين فينا بيعلي فيها على التاني، مش ما حدش بيجي لك هو زعلان تقول له انا كمان زعلان عشان انا مش عارف ايه، انا امبارح كان يومي صعب، ده انا امبارح كان يومي اصعب. يمكن الحاجات دي فعلا بتعمل مشكله ما بين الناس، وفعلا بتقفل الشخص من اللي قدامه وتحسسه ان هو اللي قدامه ده قد يكون مش مهتم بالكلام، فبالطبيعي ما دام انا مش مهتم بكلامك اثق فيك ليه. صحيح. طيب خلينا نشوف اراء الناس بتقول ايه، ايه الصفه اللي من خلالها بتقدر تكسب ثقه الناس؟ ده سؤالنا الموجود على صفحاتنا على السوشيال ميديا وتحديدا على الفيسبوك، في انتظار اجابات حضراتكم عشان نستعرضها خلال حلقه النهارده. بنصبح على حضراتكم مره ثانيه، اهلا بيكم وحلقه جديده من صباح الخير يا مصر. ودلوقتي خلينا نروح نصبح على لميا ونتعرف منها على اخر اخبار المرور في القاهره والمحافظات. صباح الخير عليك يا لميا. صباح الخير عليك يا منى، وصباح الخير عليك يا شاذلي، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. مشاهدينا تعالوا دلوقتي نستعرض مع بعض احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر. خلونا نبدا جولتنا من شارع رمسيس اللي بيشهد كثافات مروريه متوسطه في الوقت الحالي، ومكمله لحد ميدان العباسيه اللي بيشهد كثافات مروريه بسيطه. هنفضل ماشيين لحد تقاطع شارع صلاح سالم، وهناك برضو هنلاقي كثافات بسيطة وغير مؤثرة على الحركة المرورية. لو كملنا لحد ما نروح لكوبري الجلاء، هناك هنلاقي في سيولة مرورية مكملة لحد طريق العروبة، وعند كوبري المطار في كثافات نسبية غير مؤثرة هتبدأ تختفي وإحنا داخلين على طريق المطار، وبتظهر كثافات مرورية أعلى الدائري في منطقة السلام وداخل النفق للي قادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، وكذلك الأمر المتجه من المنيب وفي طريقه للأوتوستراد والتجمع، وكمان في الاتجاه العكسي للي قادم من المعادي ومتجه لمناطق الجيزة. نفس الموضوع في مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي.
هنكمل جولتنا في شوارع الجيزة وفي كثافات مرورية على محور 26 يوليو القادم من أكتوبر، ويستمر حتى ميدان لبنان. وناخد بالنا أن المتجه من المهندسين لأكتوبر في تحويلة مرورية بسبب أعمال توسعة المحور. لو كملنا جولتنا في شارع الهرم بيشهد كثافات مرورية بسبب غلق الشارع في الاتجاهين، وده بسبب أعمال إنشاء خط المترو الرابع. الكثافات بتزيد مع ساعات الذروة. كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة سير السيارات، وده بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية ومنطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطلبية. ظهرت كمان كثافات في منطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين وحتى الطلبية. وكمان في كثافات تانية للمتجه لكوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق وحتى العشرين. كمان ظهرت كثافات تانية في شارع السودان لحد جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق ومبابة. بتظهر كمان كثافات على محور صفت اللبن للمتجه من الدائري وصولا لشارع السودان، كثافات كمان متحركة هناك. نفس الموضوع في كوبري العباس والجامعة والجيزة المعدنية. ظهرت بعض الكثافات في محيط ميدان النهضة وصولا لإشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي. لو رحنا لمحافظة أسيوط هنبدأ جولتنا فيها من طريقنا منفلوط اللي بيشهد كثافات نسبية إنما متحركة. الكثافات دي بتبتدي تقل بشكل تدريجي لحد ما نوصل لميدان أم البطل ومسجد الحسن في مدينة أسيوط نفسها. قدام مستشفى الجامعة بتشهد هناك سيولة مرورية ومكملة لحد جامعة أسيوط. ولما نوصل هنلاقي كثافات مرورية بتبدأ تظهر ومكملة لحد شارع المعلمين وبتقل بشكل تدريجي لحد الطريق الدائري في المحافظة. أما الطرق الخارجية فطريق أسيوط الغربي في سيولة مرورية، وكمان طريق المنيا أسيوط برضو بيشهد سيولة مرورية. نكمل جولتنا المرورية ونروح لحد الإسماعيلية وبالتحديد في ميدان أحمد جويلي، وهناك بتظهر كثافات مرورية غير مؤثرة. بعدها هنروح شارع أم كلثوم اللي بيشهد سيولة مرورية متحركة لحد ما نوصل لطريق الإسماعيلية الزقازيق واللي بيشهد هو كمان سيولة مرورية كبيرة جدا. لو بدأنا الطريق من مبنى ديوان عام المحافظة هناخد بالنا إن طريق عثمان أحمد عثمان بيشهد سيولة مرورية كبيرة مكملة لحد بداية شارع 6. وفي الشارع هناك بتبدأ تظهر كثافات مرورية متحركة وترجع تاني تقل وتختفي لحد ما نوصل لطريق الشهيد عبد المنعم رياض. ولو رحنا لطريق أحمد أبو زيد هناك سيولة مرورية كبيرة ومكملة لحد طريق الإسماعيلية الزراعي. هنفضل ماشيين لحد المنطقة الصناعية وهناك كثافات مرورية متحركة. خلصت جولتنا المرورية، بس يعني نحب نأكد على الناس ان في شبورة مائية بتظهر بالليل متأخر وبتكمل معانا لحد الصبح بدري. الأمطار النهاردة كمان خفيفة فما فيش مشكلة ممكن تواجهنا، لكن نلتزم بالتعليمات المرورية علشان نوصل أشغالنا وبيوتنا بألف سلامة. مرة تانية هنرجع لشاذلي ومنا نكمل معاهم باقي فقراتنا. شكرا لك. النهارده بكل تاكيد عندنا مجموعه من الاخبار والموضوعات والفقرات اللي بتهم حضراتكم، لكن بنبدا دايما بالاخبار والاحداث اللي حصلت امبارح، واللي من ابرزها استقبال سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس اوزبكستان شوكت ميردييف لدى وصوله مطار القاهره الدولي في مستهل زياره تستمر لمده يومين. امبارح كمان مصر ارسلت قافله بتتضمن مئات الاطنان من المساعدات لكل من سوريا وتركيا، وده للمساهمه في تنفيذ او في تقليل الاثار الناجمه عن الزلزال المدمر. ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع الموقف التنفيذي للمشروعات الاستثماريه اللي بتشهدها المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس. خلينا نتابع اكتر. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس أوزبكستان شوكت ميردييف لدى وصوله مطار القاهرة الدولي في مستهل زيارة بتستمر يومين. ومن المقرر أن الرئيس يستقبل اليوم نظيره الأوزبكستاني بمقر قصر الاتحادية بمصر الجديدة لإجراء مباحثات ثنائية بحضور وفدي البلدين. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه استمراراً لدور مصر الفاعل تجاه الدول الشقيقة والصديقة وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بإرسال قافلة من المساعدات في إطار الدعم والتضامن المصري
مع أبناء شعبي سوريا وتركيا في أعقاب الزلزال المدمر بكلتا الدولتين، غادرت سفينة إمداد مصرية من الميناء متجهة لدولتي سوريا وتركيا، محمل عليها مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية، اشتملت على كميات كبيرة من الخيام والبطاطين والمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من وزارتي الدفاع والتضامن الاجتماعي والأزهر الشريف وجمعية الهلال الأحمر وصندوق تحيا مصر، وده للمساهمة في تخفيف الآثار الناجمة عن الزلزال المدمر بكلتا الدولتين. امبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الموقف التنفيذي للمشروعات الاستثمارية اللي بتشهدها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأكد رئيس الوزراء أهمية مشروعات التطوير في جذب الاستثمار لهذه المنطقة الواعدة، وأشار كمان لضرورة مواصلة جهود الترويج اللي بتسهم بدور فاعل في التعريف بالفرص والمزايا بالمنطقة الاقتصادية. امبارح برضو عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع تابع فيه الإجراءات المتخذة في إطار تنفيذ مشروع إنشاء منطقة حرة لوجستية لتخزين القمح والزيوت، وقال إنه في توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على إنشاء منطقة لوجستية حرة لتخزين القمح في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تابع ايضا الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات التطوير العمراني بالمحافظات، وشدد مدبولي على ضروره تكثيف العمل لسرعه الانتهاء من الاعمال بحدائق الفسطاط، واكد كمان انه بيتابع الموقف التنفيذي دوريا ولن يسمح باي تقصير نظرا لاهميه المشروع ده في احداث نقله حضريه بالمنطقه تتواكب مع ما يتم تطويره بالمشروعات المجاوره في سور مجرى العيون وتطوير بحيره عين الصيره وغيرها من المشروعات. وفي جولة المحافظات معنا مجموعة من الأحداث والموضوعات المهمة اللي حصلت امبارح، ومنها إعلان الغرفة التجارية بالإسماعيلية عن ثبات أسعار الخضروات والفاكهة، وكمان تنظيم معرض لتوزيع ملابس جديدة على غير القادرين بمركز أشمون في المنوفية. أيضا امبارح تم افتتاح معرض أهلا رمضان للسلع الغذائية المخفضة بأبو المطامير في البحيرة، وتم توريد 9 ماكينات غسيل كلوي و4 أجهزة تنفس صناعي لمستشفيات البحر الأحمر، وأخبار تانية من محافظات مختلفة هنعرفها في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من الإسماعيلية اللي أعلنت فيها الغرفة التجارية بالمحافظة عن ثبات أسعار الخضر والفاكهة بالأسواق على الرغم من عدم استقرار الأحوال الجوية والطقس السيء، وكمان قالت الغرفة التجارية إنه من المتوقع انخفاض الأسعار الفترة اللي جاية مع تحسن الأحوال الجوية وكثرة المنتجات الزراعية المعروضة في الأسواق. في المنوفية نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني معرض لتوزيع 3995 قطعة ملابس جديدة على الأيتام وغير القادرين بـ7 قرى بمركز أشمون. في بني سويف تم افتتاح المبنى الإداري والتجاري الجديد التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة سماسطة المقام على مساحة 340 متر بتكلفة إجمالية 10 مليون جنيه. في جامعة المنيا تم تنظيم قافلة طبية موسعة لقرية صفت أبو جرج بمركز بني مزار لتقديم خدمتها للمواطنين في 12 تخصص طبي مختلف، وده ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتم توقيع الكشف الطبي على 2146 مواطن ومواطنة. في الأقصر تم تحليق 63 رحلة بالون طائر أقلت على متنها أكثر من 1700 سائح من حول العالم للاستمتاع بسحر الطبيعة والحضارة المصرية القديمة من السماء. في البحر الأحمر تم توريد 9 ماكينات غسيل كلوي لمستشفى الغردقة العام بالإضافة لـ4 أجهزة تنفس صناعي للحضانات، وهيتم توزيعهم على مستشفى الغردقة العام ومستشفى سفاجة المركزي. في البحيرة شهد مركز أبو المطامير افتتاح معرض أهلاً رمضان للسلع الغذائية المخفضة، وده المعرض الـ13 اللي بتنظمه المحافظة بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية وبالتعاون مع الوحدة المحلية بمركز أبو المطامير. في القليوبية أعلنت مديرية القوى العاملة في المحافظة توفير 44 فرصة عمل في 6 شركات برواتب مجزية طبقاً للخبرات المطلوبة لبعض المهن خلال شهر فبراير الجاري، وبرواتب تصل لـ5000 جنيه. إيه الصفة اللي من خلالها ممكن تكسب ثقة الناس؟ ده سؤالنا الموجود على الفيسبوك، على صفحتنا على فيسبوك، في انتظار إجابات حضراتكم عشان نستعرضها خلال الحلقة. دلوقتي ناخد مجموعة من الإجابات والتعليقات اللي جات لنا. عمرو نجم الدين بيقول صباح الفل عليكم، في بعض الامور بسيطه زي جبر الخواطر طبيعي تبقى موجوده اصلا بين البشر،
بس مش هتحس بقيمتها غير لما تتعامل مع حد بيفتقر وجودها. وحاجة زي دي ما ينفعش تتعلمها أو تعلمها لحد للأسف، ومش كله بيعرف يكتسبها من التعامل، لأنها محتاجة ذكاء اجتماعي مش عقلي. فعموما شكرا من القلب لأي إنسان عنده هذه الصفة الجميلة. أعتقد الكومنت ده يا شادي بيتفق معاك، وأنا عندي قناعة إن كل الصفات قابلة للتعلم. يعني طول ما أنا بشوف اللي قدامي بيعمل كده، اللي قدام انا هقلده بشكل لا شعوري. لو انا قعدت اقول لاولادي اتصرفوا بشكل افضل، اتكلموا بشكل افضل، ردوا على الناس بشكل افضل، اشكر الناس دايما، هيتعلموا هيكتسبوا. ده مش تعليقا على استاذ عمرو بالذات، لكن انا بتكلم في ان اعتقد ان فكره تعديل الصفات وتعديل السلوك كل حاجه قابله انها بالتاكيد انها ممكن تبقى موجوده في صفاتنا. نورة علي بتقول الصدق هو اهم صفه تخليك تثق في اي انسان، لان الصدق بيحتوي على كل المعايير والصفات الجميله. ورسولنا الكريم لقب بالصادق الامين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عليه الصلاه والسلام. والسلام. في الأمانة في كل شيء، في الوقت والعمل وحفظ السر وغيرها. ده أستاذ مجدي رزق. علاء هارون بيقول أكتر صفة بتخليني أكسب ثقة الناس اللي قدامي هو إني كتوم وأمين. الكتمان والأمان طبعا. دعاء عامر بتقول الطيبة والأخلاق والصدق والأمان. مرزوق بيقول الصدق والأمانة وقول الحق حتى لو على نفسه. سهام هيكل بتقول صباح الفل عليكم، الثقة تكون في الصادق كاتم الأسرار وصاحب مواقف ووجوده في أشد اللحظات دون أن يطلب منه. أما وليد الصياد بيقول الحب والصدق والطيبة والاحترام، إذا حبيت اللي قدامك بجد واحترمته هتكتسب ثقته بسرعة. لازم تحب اللي قدامك علشان تبقى شخص جدير بالثقة؟ طبعا. ولا ينفع تبقى جاي من بره؟ لسه أول مرة تدخل المؤسسة أو المكان وانت سامع ان الشخص ده كل الناس بتقول فيه ان هو كويس وأمين وسمعته طيبة، مش هيبقى عندك خلفية طيبة أو أرض كده انت يعني شايف ان المكان الراجل اللي قدامك ده خلينا نجربه. طبعا. بالعكس لو انت سمعت عن واحد انه مش تمام فانت هتبتدي تكشف بكل تاكيد. لكن برضو عندي قدر من الذكاء اللي يخليني اقدر اميز، يعني او قدر من الخبره اللي تخليني اقدر اميز هل هو فعلا الراجل ده وحش ولا هو وحش مع الشخص ده والشخص ده بس عشان بينهم مشاكل قبل كده. انا ماليش علاقه بالموضوع، لكن انا ادخل مكان جديد واخد موقف من حد انا اصلا لمجرد ان انا سامع عنه، لا لما تصرفاته معايا تبقى وحشه ابتدي باخد موقف. على كل عبد المنعم جاب الله بيقول صباح الخير عليكم، الصفه التي تجعلك تكسب ثقه الناس هي الصدق والامانه والمعامله الحسنه. هذه الصفات على المستوى الشخصي، اما على مستوى العمل لكي تكسب ثقه رؤسائك في العمل فلا بد من الاخلاص والتفاني في العمل، وهذا سيظهر من خلال ادائك للمهام التي تكلف بها. كحلاوي فتحي زعلان بيقول صباح الخير عليكم، اختصار الناس تخليك تكسب ثقتهم. اختصار الناس هي تبعد عن الناس. اختصار الناس تخليك تكسب ثقتهم، يعني او نقلل الدايره يا استاذ كحلاوي، يعني ممكن نقلل الدايره المحيطه بينا او اللي بنتعامل معاهم، لكن اختصار الناس دي اعتقد صعب قوي. حياه النفوس حساب باسم حياه النفوس بيقول الامانه. محمد الغالي بيقول الصدق هو اهم قيمه لزراعه الثقه في قلوب الناس ومشاركه الجميع في صنع القرار. صباحكم ورد وفل وياسمين. استاذ احمد سعيد بيقول صباحكم زي الفل، كل سنه وانتم طيبين، النهارده اول شعبان، كل سنه وحضرتك طيبه، اللهم بلغنا رمضان اللهم امين. الصفه هي الصدق والامانه، الطيبة وضبط النفس والضحكة الحلوة. هلا بركات بتقول صباح الخير على البرنامج، أنا الحمد لله في ناس كتير بتحبني وبتثق فيا، وده بيرجع لعدم الكذب وإني كمان بضحك في وش الناس وبعملهم كويس قوي. فعلا جد. أنت قلت في البداية إن البسوم بيبقى قريب من القلب. طبعا بكل تأكيد. جد حمودة بيقول صباح الخير عليكم، أعتقد إن الصفة اللي من خلالها تقدر تكسب ثقة الناس هي إنك تكون محترم وتكون أمين وطيب الخلق. طيب احنا دي مجموعه من التعليقات ولسه عندنا تعليقات تانية هنقراها، وانتوا كمان ابعتوا لنا وقولوا لنا ايه انتوا شايفين اكتر صفه ممكن تخلي اللي قدامك يثق فيك. خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع تاني نكمل معاكم باقي فقراتنا. دلوقتي معادنا مشاهدينا مع أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة إن شاء الله هنتابعها في هذا التقرير، بالإضافة أيضا إلى المباريات اللي هتتلعب في الدوري المصري ودوري أبطال أوروبا. نتابع.
بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فدار الإفتاء أعلنت إنه النهاردة أول أيام شهر شعبان لعام 1444 هجرية، وبالمناسبة دي تقدمت الدار بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي متمنية له دوام الصحة والعافية، وتقدمت بالتهنئة أيضاً للشعب المصري الكريم والجميع رؤساء الدول العربية والإسلامية وملوكها وأمرائها وللمسلمين كافة في كل مكان، داعية الله عز وجل أن يعيد على مصر وعليهم جميعاً أمثال هذه الأيام المباركة باليمن والخير والبركات والأمن والسلام، وهو نعم المولى ونعم النصير. النهاردة هيتم افتتاح منفذ جديد من منافذ أهلاً رمضان بالحي السابع بمدينة نصر ضمن أكثر من 100 منفذ بتقوم محافظة القاهرة بإقامتها في كافة أنحاء العاصمة، وده تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في فتح منافذ أهلاً رمضان لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مخفضة لمحاربة الغلاء والتصدي لاستغلال بعض التجار. لعشاء الدوري المصري موعدهم النهاردة مع 3 مباريات قوية في إطار الجولة 19 من عمر المسابقة، هيلتقي أسوان مع الأهلي الساعة 3:15، والإسماعيلي مع غزل المحلة الساعة 5، والساعة 7 بالليل هتكون مباراة حرس الحدود مع فاركو. لعشاء الكرة الأوروبية موعدهم النهاردة مع مباراتين قويتين في إطار مباريات ذهاب الدور 16 من دوري أبطال أوروبا، هيلتقي نابولي مع إنتراخت فرانكفورت الساعة 10 بالليل، وفي نفس التوقيت هيلتقي ليفربول مع ريال مدريد. بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون بارد الصبح بدري ومعتدل بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائل للدفء على شمال الصعيد وجنوب سيناء، ودافي على جنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء وشديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء. كمان في فرص لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وفي شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيكي، وطمنينا عن حالة الطقس النهاردة، خصوصا أن احنا بدأنا نلاحظ أن في ارتفاع في درجات الحرارة. بالفعل في تحسن نسبي في الأحوال الجوية، خاصة فترة النهار مع وجود أشعة الشمس، وتحسن طفيف في درجات الحرارة، لأن درجات الحرارة بدأت ترتفع بحوالي من 2 لـ3 درجات عن الأيام الماضية، وفي استقرار في الأحوال الجوية بشكل كبير على أغلب مناطق الجمهورية. الطقس فترة النهار ومع سطوع أشعة الشمس بنحس بيه إن هو طقس معتدل على أغلب المناطق الساحلية، مرورا بالبحر سواحلنا الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى. أجواء مائلة للدفء على شمال الصعيد وجنوب سيناء، دافية تماما على محافظات جنوب الصعيد، لأن المناطق الداخلية أو المناطق الجنوبية بتكون أعلى درجات حرارة كمان من المناطق الشمالية. بالإضافة كمان فترات الليل أول ما أشعة الشمس بتغيب بنبدأ نحس بانخفاض درجات الحرارة، بيكون ملحوظ أكثر ساعات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر، خاصة إن بيبقى فيه نشاط نسبي للرياح فترة الليل بيحسسنا أكثر ببرودة الطقس وانخفاض درجات الحرارة. نسب الرطوبة في الجو منخفضة خلال فترة الليل، فبالتالي بتخلينا نحس أكثر بانخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس، رغم تحسن درجات الحرارة فترة الليل واللي بتوصل ل 12 درجة مئوية على القاهرة الكبرى خلال فترة الليل. أجواء الليل بتبقى أجواء باردة إلى شديدة البرودة على أغلب محافظات الجمهورية. الصقيع بيتكون على المزروعات الموجودة في وسط سيناء نتيجة انخفاض درجات الحرارة لأقل من 5 درجات خلال فترة الليل. كمان الظاهرة الجوية اللي بتكون مؤثرة معانا بشكل كبير فترة التحسن والاستقرار في الأحوال الجوية هو تكون لشبورة مائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وبتؤدي لانخفاض في الرؤية الأفقية. دايما مع تكون الشبورة المائية بيكون ساعات الليل المتأخر تستمر معنا حتى سطوع أشعة الشمس، ونأكد أن كثافة الشبورة المائية هتختلف من يوم ليوم، ممكن تبقى كثيفة أحيانا في بعض الأيام، فناخد بالنا قائدي مركبات مسافرين على الطرق فترة الصباح الباكر لازم دايما تكون القيادة بهدوء تام، نتابع كافة تعليمات المرور. فرص الأمطار اليوم وعلى مدار باقي أيام الأسبوع إن شاء الله متوقع أن هي تكون فرص أمطار خفيفة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، غير مؤثرة تماما على أعمال الأنشطة اليومية على فترات متقطعة من اليوم، مرورا طبعا بمطروح بعض المناطق من الأرض.
الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، رفح، العريش، لكن نأكد أن ممكن نشوفها في أماكن الأماكن الأخرى لا، وغير مؤثرة تماما على أعمال الأنشطة اليومية. تحسن والاستقرار في الأحوال الجوية ده متوقع إن شاء الله يكمل معنا على مدار الأيام القادمة، يمكن كمان يكمل معنا لمنتصف الأسبوع القادم إن شاء الله. بشكرك من أية، شكرا جزيلا للدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. دلوقتي تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وهنبدأها بالقاهرة للعظمى فيها 20 والصغرى 13، العاصمة الإدارية 20-10، اسكندرية 19-12، العلمين الجديدة 18-12، مطروح 17-10، دمياط 18-11، بورسعيد 17-12، الإسماعيلية 20-12. هنروح للسويس العظمى فيها 19 والصغرى 11، العريش 18-11، كاترين 18-4، طابة 20-11، حلايب 25-15، شلاتين 27-16، شرم الشيخ 25-17، الغردقة 23-15، الفيوم العظمى فيها 20 والصغرى 8، بني سويف 20-7، الوادي الجديد 24-9، أسيوط 21-6، سوهاج 21-8، قنا 28-10، الأقصر 26-10، وأخيرا أسوان العظمى فيها 28 والصغرى 14. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. كمان عرفنا تفاصيل عن الحالة الجوية النهاردة، الأمطار هتكون نسبتها خفيفة جدا وبسيطة جدا في أغلب المحافظات، كمان الشبورة المائية بتختلف من يوم للتاني، بتبقى كثيفة أحيانا أو خفيفة. نلتزم بالتعليمات المرورية، ناخد بالنا من الرؤية الأفقية بتاعتنا عشان نوصل بيوتنا وأشغالنا بألف سلامة. نرجع مرة تانية لشاذلي ومنا نكمل معاهم باقي فقراتنا. كل شكر ليك يا لمى. الفترة الجاية هيكون في كميات من الرز الأبيض إن شاء الله متوفرة في كافة المعارض والمحلات للناس وبأسعار مخفضة إن شاء الله، وده اللي أعلنت عنه شعبة الرز خلال اليومين اللي فاتوا. المطمئن في الموضوع إن هم قالوا إن خلاص كلها 7 أيام، يعني في أول شهر مارس هيكون في كميات كبيرة جدا من الرز المستورد، وأسعار كمان هتكون أسعار مناسبة. خلونا نعرف تفاصيل أكتر. معانا على التليفون أستاذ رجب شحاتة، رئيس شعبة الرز باتحاد الصناعات. يا أستاذ رجب صباح الخير. صباح الخير على حضرتك، وصباح الخير على الاستاذ منى، وصباح الخير على مصر كلها. يا اهلا بيك يا فندم. قبل ما نتكلم عن سبب المشكله، لانه واجب ان احنا نوضح ايه السبب، ليه الرز مش موجود، ليه الموجود اسعاره غاليه، عايزين نطمن الناس ان احنا خلاص زي ما حضرتك قلت كده ان خلال ايام معدوده هيكون في كميات كبيره من الرز. ان شاء الله الرز احنا وفرناه في المناطق كلها، هو كان متوفر طبيعي، ولكن بعض العبارات الكبيره ما كانش حاطه رز، يعني كانت التسعيرة اللي كانت الاسترشادية كانت ربطها شوية، لكن الحمد لله بعد ما تم وقف العمل بهذا القرار النهاردة حطت الرز، والرز أصبح فيه الليبرات بكميات، واللي عاوز أي كمية النهاردة من حقه ياخدها، والأسعار مناسبة، والمستورد إن شاء الله على وصول في أول 3، وان شاء الله ما فيش مشكله، واحنا عندنا فائض للعلم، يعني احنا الحمد لله عندنا فائض. ممكن حد يقول لك طب هما مستوردين طب ليه؟ طب خليك معايا واحده واحده بقى يا استاذ رجب. حضرتك بتقول ان احنا ان شاء الله عندنا فائض من الرز، وبالرغم من ده كان في حضرتك بتقول في نوع من انواع الاحتكار حصل من يعني من بعض المجمعات الاستهلاكيه الكبيره الخاصه، فشالت الرز علشان يعمل نوع من انواع البلبله يعني في الاسعار. تدخلتم والموضوع اتحل ان شاء الله على حد قول حضرتك، وهنلاقي رز موجود في كل الاماكن في الفتره القادمه. السؤال هو بستاذن حضرتك بس لا، هم ما احتكروش حاجه، هو كان السعر اعلى من السعر اللي اساسا القرار نازل بيه، فهم ما يقدروش يحطوا رز اغلى من الاسعار المعلن عنها، فعشان كده الناس ما خدتش رز اساسا، لكن الرز الحمد لله متوافر، وهم كانوا خايفين من التسعيره بس عشان ما يتعمل لهمش اي اواط، فلما تم وقف القرار الناس عرضت الرز عادي، والنهارده الرز موجود في كل الاماكن، والاسعار مناسبه، يعني ما ارتفعش جامد، يعني في حدود 1 جنيه أو 2 جنيه عن القرار اساسا، والحمد لله متوافر،
ومفيش اي مشكله في الرز ما اعرفش يعني، بس هو واخد حيز كبير كده ليه مش عارف. عشان الاساس بتاعنا الرز، عشان احنا يوميا بنعمل رز يا استاذ رجب، فعشان كده لما بننزل اي سوبر ماركت انا نزلت ادور على رز ما لقيتش رز موجود، وما لقيتش الرز اللي هو بتاع الشركات او المعبأ، ولقيت رز سايب فاشتريت رز سايب بنسبه كسر عاليه بالمناسبه، بس هو ده المتاح. وخلينا برضو مع الناس، الناس دايما اساسي عندها واكيد حضرتك عارف يعني بندور على الرز على طول، لكن دلوقتي حضرتك بتطمن الناس ان الرز موجود ان شاء الله. الرز موجود يا استاذ محمد، ولو نزلت النهارده في اي وقت هتلاقي رز. انا هنزل بعد الهواء على طول. عاوز رز اي مكان عاوز رز يتصل بتليفون اتحاد الصناعات، انا مستعد ابعته لك في غرفه الحبوب، واي مكان في مصر عاوز رز احنا مستعدين نخلي اقرب مضرب له يودي له، مفيش اي مشكله خالص. انهي نوع من انواع الرز اللي هيروح يا استاذ رجب؟ الرز المعبأ الفاخر ولا الرز اللي مليان كسر؟ لان انا برضو لم اوفق امبارح ان انا يعني الاقي رز بسهوله، او ان انا الاقي رز يعني، فيمكن لقيت في الاخر كده بس نسبه الكسر كانت بتزيد عن 15%، وهو مطلوب وهو متاح وكل حاجه، لكن البعض بيبقى عايز ياخد حاجه ممكن تكون ب يعني جوده اعلى. لا ان شاء الله يا فندم مش هتلاقي كده، ونتمنى ان اي صاحب سوبر ماركت ما ياخدش غير الرز الفاخر، لان هو اصبح النهارده يعني هو متوافر. صدقوني يا جماعه ما في اي مشكله في الرز. طيب عظيم، هو متوافر، بس انا نتمنى كمان ان صاحب الرز صاحب السوبر ماركت ما ياخدش من اي مكان، لان في شركات غير المضارب نهائي 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 بتاخد الرز وبتاخد الكاسر وممكن تخلطه وتبيع بسعر ارخص شويه. لكن انا اتمنى ان صاحب السوبر ماركت ما ياخدش غير من ماركه معروفه وياخد من مضرب. بس خلينا متفقين برضه استاذ رجب ان ده ليه زبونه اللي هيقدر عليه طبعا. وده ليه زبونه اللي هيقدر عليه، فان يكون موجود ده وموجود ده حاجه مطلوبه. عايز اعرف من حضرتك السعر العادل لكيلو رز يبقى كام دلوقتي؟ وهل زراعه الرز السنه دي لو سمحت لي ماشي من 20 جنيه ل 22 جنيه؟ ده الفاخر المعبأ ولا السايب؟ ده المفروض يعني السائب الفاخر المعبأ بيزيد 1000 جنيه للطن، يعني جنين الكيلو. يعني فرق برضه مش كبير يعني. السعر ده مستقر معانا، واحتمال نزول كمان عند قدوم المستورد ان شاء الله يعني. طيب المستورد ده ان شاء الله جاي قريبا، حضرتك قلت يعني نتوقع على اول مارس. في النص الاول من مارس هيكون موجود. طيب ده هيأثر على السعر ازاي؟ ده هيكون في ثبات، والنهارده اي حد رافض ان هو يبيع الرز الشهير بتاعه هيعرف ويتاكد ان احنا جبنا رز مستورد وان الدوله استوردت ومش هيتقطع المستورد عشان خاطر الناس تطلع الرز بتاعها، واي فائض بعد كده الدوله هتاخده ان شاء الله وهنعرضه على الدوله انها تاخده تخزنه. يعني مش هيكون في مشكله ان شاء الله. عظيم، كويس ان حضرتك طمنت الناس. احنا داخلين على رمضان، وانت عارف الناس في دخله رمضان بيبقى عندها استعدادات وتجهيزات، مش هقول هتخزن مثلا وهتجيب شكاير ولا اطنان من الرز، لكن كل واحد بيجيب يعني اللي متعود يجيب كيس كيسين مثلا او كيلو 2 كيلو، دلوقتي مثلا ممكن يجيب 5 استعدادا لرمضان. لكن كويس ان حضرتك طمنتنا انه خلاص كلها ايام والرز هيكون متوفر سواء المستورد. لا حضرتك الاسبوع ده اهوت ينزل ياخد اللي هو عاوزه. طيب اي بيت ياخد اللي هو عاوزه ان شاء الله. كل الشكر ليك يا فندم الاستاذ رجب شحاته رئيس شعبه رز باتحاد الصناعات، شكرا جزيلا ليك. فريق الهوكي في نادي الشرقيه بيعتبر واحد من اهم الفرق في افريقيا، وبيتم تتويجه بالفعل بالبطوله الافريقيه، وده بعد الفوز على فريق اكساكرز بطل غانا باربع اهداف مقابل هدفين في البطوله ال 32 اللي اقيمت في كينيا. دايما هوكي الشرقيه بيحقق انجازات، ما تعرفيش بقى هو الناس بتطلع من مراكز الشرقيه المختلفه مولودين على حب الهوكي تقريبا هناك. فريق الهوكي الشرقيه حامل اللقب التاريخي للبطوله، سجل ارقام قياسيه جدا في موسوعه جينيس العالميه بالفوز ببطوله افريقيا 26 مره، والبطوله دي عمرها كم مره؟ 32 مره اصلا يعني. ده بالإضافة طبعا إلى فوزه ببطولات الدوري والكاس والسوبر على المستوى المحلي. تألق كبير حققه فريق هوكي الشرقية الذي فاز ببطولة الأندية الإفريقية للمرة 26 في تاريخه من أصل 32 بطولة، وبذلك يتصدر عرش اللعبة بالقارة السمراء بتلك الأرقام.
البطولة 32 أقيمت في دولة كينيا وشارك فيها 12 فريقاً، وتمكن منتخب هوكي الشرقية من الفوز على فريق أكسر شاكرز بطل غانا بأربعة أهداف مقابل هدفين. ويعد فريق هوكي الشرقية حامل اللقب التاريخي للبطولة، كما أنه سجل أرقاماً قياسية في موسوعة جينيس العالمية بالفوز ببطولة إفريقيا 26 مرة منذ عام 1988، إضافة إلى فوز الفريق ببطولات الدوري والكأس والسوبر على المستوى المحلي، بجانب فوز الفريق الأول هوكي سيدات بأول بطولة إفريقية في تاريخ الرياضة المصرية النسائية عام 2019. إنجاز كبير للفريق هيكلمنا عنه الأستاذ خالد بيومي رئيس بعثة نادي هوكي الشرقية وأمين الصندوق اللي موجود معانا دلوقتي عبر التليفون. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير، صباح البطولة، صباح الخير يا مصر. بارك لكم على الفوز باللقب، ألف مبروك. طيب إحنا يعني كان عندنا بطولة وكالعادة برعتم في الأداء، عايز أعرف بقى كنتوا بتنافسوا إزاي، مين اللي كان عندكم في صعوبة معاه، احكي لنا كده الأمور كانت ماشية إزاي في البطولة. اولا اصحاب الانجاز هم فعلا لعيبه وجهاز الفني والجهاز الطبي لنادي الشرقيه للهوكي رجال. فعلا اللعيبه دي يعني حاجه ما شاء الله بجد نفتخر بيهم. انا كرئيس بعثه مهما اقول لحضرتك التزامهم وانضباطهم هم كانوا سبب تحقيق البطوله والوصول الى منصه التتويج. لعبة الشرقية احنا كنا رايحين البطولة واعتقد ان احنا كنا بنسبة 50% ان احنا ممكن نحققها او ما نحققهاش، لكن التزام اللعيبة وانضباطهم والتزام الجهاز الفني والجهاز الطبي، ولما وصلنا كينيا فعلا دخلنا في جوه البطولة، وفعلا التزام اللعيبة كان سبب وعامل السحر في الوصول الى منصة التتويج. عايز اقول لحضرتك ان فريق الشرقيه فريق حقق يعني 25 بطوله متتاليه، ودي البطوله كانت 26، دخلوا موسوعه جينيس العالميه بعد يعني تحقيقهم كافضل فريق جماعي لعشر بطولات متتاليه، وده ما حصلش على مستوى القاره لاي فريق بيلعب جماعي. يعني عايز اقول لحضرتك كمان ان الفريق هو متعود على البطولات وكانوا قد المسؤوليه. صعوبه كانت بالغه جدا في ان احنا نروح البطوله، صعوبه ماليه يعني في السفر. قدر يعني معالي وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي قدر يذلل العقبه، وبعض من رجال الاعمال وبعض من المحبين لفريق الشرقيه للهوكي قدروا يساعدوا النادي في ان احنا نتجاوز الازمه دي ونوصل بفريقنا لكينيا. وكنا عندنا امل كبير جدا جدا جدا، لان احنا كان بقالنا سنتين ما بنشاركش في البطوله. كان عندنا امل كبير جدا جدا الى عوده البطل الى عارين افريقيا واسياد افريقيا وسياده افريقيا للعبه جماعيه هي بالفعل بتتميز بها محافظه الشرقيه ونادي الشرقيه الرياضي. الحمد لله اللعيبه والجهاز الفني والجهاز الطبي كان على قد المسؤوليه، يعني رغم الصعوبات اللي قابلتنا ورغم كان في يعني عقبات كبيره جدا، يعني اعتقد كانت بنسبه 80% مش هنروح ولا هنشارك، لكن على كل استاذ خالد كان لازم يدعم هذا الفريق. انا عندي فريق بيحقق انجازات وبطولات وليه تاريخ وسجل حافل من البطولات، طبيعي ان انا كان واجب ان انا ادعم الفريق في هذه المرحله. انا عايز اعرف السر في الفوز، ايه السر اللي تميز بيه هوكي الشرقيه هذا الفريق؟ السر هو انضباط اللعيبه، انضباط لعيبه الهوكي والجهاز الفني والطبي. طيب واحنا بنتكلم دخلوا في اجواء البطوله من اول وصولنا لكينيا، اللعيبه رايحه ومركزه ومصره على تحقيق البطوله. اللعيبه كانوا رجاله، يعني عايز اقول لحضرتك ان انت كل اتعمل جدول في اول البطوله بشكل معين، كنا رايحين نعترض عليه، قبل ما نعترض غيروا الجدول، يعني غيروا الجدول مرتين، يعني انت رايح مركز على هتلعب، رايح على ما حضرتش اصلا قرعه بطوله، يعني ده برضو ما يعني انا عايز اقول لك العقبات اللي قابلت الفريق. ومع ذلك اللعيبه ما كانش يهمها اي حاجه، اللعيبه احنا اتفقنا من اول لحظه على اننا هناخد البطوله دي مباراه مباراه، وهنركز في ماتش ماتش، ايا كان مين اللي احنا هنلعبه.
عايز اقول لحضرتك كمان ان احنا الفرقه الوحيده اللي تعتبر لعبت تقريبا 6 دول، يعني 6 دول من البطوله، البطوله كلها 12 فريق من ضمنهم 7 دول، احنا لعبنا ست دول مختلفه، يعني لعبنا غانا ولعبنا كينيا ولعبنا موزمبيق، يعني 6 فرق ب6 بلاد مختلفه ابطال الشرقيه. الحمد لله قدروا ان هم عملوا لنا البطوله في 6، يعني انك تلعب 7 ايام 6 ايام، يعني تريح يوم واحد فقط، ده برضو ضغط عصبي على اللعيبه، ضغط بدني على اللعيبه. صحيح تحديات كتير قوي يا استاذ خالد واجهت الفريق، لكن ما شاء الله انتوا قدها. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، الاستاذ خالد بيومي رئيس بعثه نادي هوكي الشرقيه وامين الصندوق. مشاهدينا الساعه دلوقتي 8، ميعادنا مع موجز لاهم الاخبار مع لميا. تفضلي لميا. شكرا لك منى. 8 صباحا بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. يعقد اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس أوزبكستان شوكت ميردياييف جلسة مباحثات، وكان الرئيس السيسي قد استقبل نظيره الأوزبكي بمطار القاهرة الدولي في زيارة مستهل زيارة رسمية يقوم بها إلى مصر. أرسلت مصر قافلة محملة بمئات الأطنان من المساعدة الإغاثية لدولتي سوريا وتركيا بحرا. تأتي هذه المساعدات تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بمواصلة تقديم الدعم والمساندة للشعبين السوري والتركي في مواجهة أثار الزلزال. وشملت المساعدات مئات الأطنان من الأغذية والأدوية وكمية كبيرة من الخيام والبطاطين. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الإجراءات المتخذة في إطار تنفيذ مشروع إنشاء منطقة حرة لوجستية لتخزين القمح والزيوت. وخلال الاجتماع قال رئيس مجلس الوزراء إن هناك توجيهات رئاسية بأهمية العمل على إنشاء منطقة لوجستية حرة لتخزين القمح، سواء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أو غيرها، وذلك نظرا لما ستتيحه إقامة هذه المنطقة من فرصة للاستفادة منها في تخزين الغلال والحبوب ونقلها إلى عدد من الأسواق العالمية. لقي 3 أشخاص في تركيا مصرعهم من جراء زلزالين بقوة 6.4 و5.8 درجة ضرب شمال سوريا ومحافظتي تركيا الجنوبية، وهي الأكثر تضررا من زلزال 6 فبراير الذي خلف أكثر من 45,000 قتيل في البلدين. وأعلنت الحكومة التركية أن الزلزال أسفر عن إصابة العشرات، أيضا بينهم إصابات خطيرة، كما أسفر الزلزال عن انهيار مبان متصدعة. في سوريا أفادت وكالة الأنباء الرسمية سانا بوفاة 4 أشخاص وإصابة العشرات في مدينة حلب من جراء الزلزال. يلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم في موسكو خطابا أمام النخب السياسية الروسية، وأوضحت مصادر روسية أنه من المتوقع أن يخصص بوتين الجزء الأكبر في خطابه للحرب في أوكرانيا. يأتي هذا قبل أيام من ذكرى مرور عام على بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والتي خلفت آلاف الضحايا من الجانبين وتأزم الاقتصاد العالمي. أعلن وزير الخارجية الصيني تشين جانغ أن بلاده قلقة للغاية من النزاع الدائري في أوكرانيا والذي يتفاقم، وأضاف وزير الخارجية الصيني أن الوضع بات يخرج عن السيطرة، مشيرا إلى أن بكين ستعمل على تعزيز حوار السلام بشأن الأزمة الأوكرانية ومعالجة مخاوف كل الأطراف والسعي لتحقيق الأمن المشترك. يأتي تصريح الوزير الصيني غدا نفي بلاده الاتهامات التي وجهها إليه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، ومفادها أن بكين تفكر في تزويد روسيا بأسلحة لمساعدتها في العملية العسكرية بأوكرانيا.
أعلن مفوض الشؤون الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الحزمة العاشرة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا ستدخل حيز التنفيذ بحلول 24 من فبراير الجاري. وقال بوريل خلال مؤتمر صحفي في أعقاب اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل أن فرض العقوبات هو التزام أوروبي. مشاهدين، عندها موجز 8 وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. معلومات مجلس الوزراء نشر تقرير صادر عن وكالة فيتش بيتكلم عن أن مصر بتواصل تعزيز مكانتها كأكبر منتج للأدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بتشتغل على تحقيق أهدافها الطموحة لتوطين صناعة الدواء وتعميق التصنيع المحلي للأدوية. أكيد كمان التقرير بيتناول اهتمام الحكومة المصرية بتطوير مراكز الرعاية الصحية، وده من خلال زيادة استثمارات القطاع الخاص وكمان تسريع عملية الرقمنة في صناعة الأدوية، وده جزء من الهدف الأوسع اللي هو يعني إن احنا نحقق التأمين الصحي الشامل. تفاصيل أكتر خلينا نتعرف عليها من ضيفنا الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. صباح الخير. أهلا بك. صباح الخير دكتور. بداية كده خلينا نقول ازاي نقدر نستثمر تعزيز مكانتنا او نقدر نستثمر في ان احنا نخلي مكانتنا اكبر في يعني كاكبر منتج للأدوية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وازاي نعزز ده وندعمه اكتر واكتر؟ اولا هو طبعا مصر من الثلاثينات من ايام طلعت حرب باشا اول نواة لصناعة دواء حقيقية بدأت في مصر في الثلاثينات، كانت لا إفريقيا ولا الشرق الأوسط كانت تعلم عن صناعة الدواء حاجة، وبالتالي كنا احنا بداية انطلاق صناعة الدواء في هذه المنطقة. بعد منها في الستينات رئيس الراحل جمال عبد الناصر لما جت إحدى الشركات الأجنبية منعت عن مصر دواء، فقرر إن هو كاستراتيجية يعمل الشركات القابضة اللي فضلت لسنين تمد مصر وأفريقيا والشرق الأوسط بالدواء، وفي نفس الوقت ساب سمعة طيبة جدا في هذه الدول للدواء المصري، وما زال حتى الآن الدواء المصري له سمعة طيبة. المرحلة الثالثة اللي احنا فيها في صناعة الدواء، المرحلة دي النهاردة وكالة فيتشي ما جابتش الخبر، احنا ما صحيناش الصبح لقينا نفسنا كده، لا احنا بقينا 8 سنين كان في هدف استراتيجي للدولة والقيادة السياسية ان احنا الغذاء والدواء. الدواء كان من الحاجات الاستراتيجية الهامة، وبالتالي من 8 سنين الدولة بتشتغل بخطط مدروسة وعلى اعلى مستوى من الفكر، فبدأت ان احنا مصر تبقى هي ترجع تبقى ليها القيادة والريادة في صناعة الدواء في منطقة الشرق الأوسط أفريقيا. الكلام ده لما اتحط له الأساس اتعمل كذا حاجة، ده اللي خلى مصر في التقرير يطلع يبدأ يظهر على السطح، لأن في حاجات ملموسة. منها مثلا لو جينا لقينا في أزمة كورونا، أزمة كورونا دي دخلت على العالم، صحينا الصبح لقينا في كورونا، هنا بقى اللي جاهز وعنده بنية صحيح. وعنده خطة عارف هو بيعمل إيه، هو اللي قدر يتصدى ليها. مصر اتعملت نوع من أنواع مواجهة تحدي كورونا بطريقة تدرس. احنا الحمد لله في قطاع الدواء لم يحدث ان أدوية البروتوكولات كان فيها اي مشكلة في كل موجات كورونا، وكنا على اعلى مستوى. في نفس الوقت واحنا يعني الحمد لله، لان احنا عندنا قاعدة من الصناعة قوية، في التوقيت ده بدأت تجينا طلبات من دول عربية ودول أفريقية ان هم محتاجين أدوية من مصر، لان هم ما عندهمش القاعدة الأساسية عشان يواجهوا كورونا. فده يوريك قد احنا كدولة كنا مستعدين في هذا المجال. بالإضافة الى نظرة الدولة للمستقبل، ازاي بقى انا رائد في القصة دي، ان اعمل صناعات متميزة مش موجودة في الدول التانية. حضرتك لو بصيتوا مواجهة كورونا، العالم لما بدأ يواجه كورونا واجهها ازاي؟ بتطعيمات خلاص. طب هل مصر ك
كان عندها البنية الأساسية للتطعيمات. كان عندنا فاكسينة بتاعت الدولة خلاص، واحنا فعلا قدرنا نواجه كورونا بالتطعيمات المحلية، واحنا برضو نوعنا مصادر التطعيمات بكل أنحاء العالم فقدرنا نواجه كورونا. النهاردة الدول الإفريقية بتجيلك بتقولك أنا عايز من عندك تطعيمات وعايزك تيجي تعمل عندي مصانع تطعيمات. النهاردة الدولة، والكلام ده يمكن من حوالي شهر، تم الإعلان على أنه في واحدة من أكبر مصانع البيولوجيكال والتطعيمات بتتعمل يمكن تقريبا في الإسماعيلية، الدولة بتعملها. ده هيبقى واحد من أكبر أماكن لعمل المستحضرات البيولوجية والتطعيمات. التطعيمات النهاردة عندك أفريقيا بالكامل محتاجة، ما عندهاش، عندك الدول العربية، عندك شرق أوروبا. إحنا كمصر عندنا حاجات وقاعدة أساسية للحاجات المستقبلية عظيم. عشان كده التقرير جه في الاتجاه ده. طيب خلينا متفقين أنه منتجات الدواء من أهم الصادرات في العالم كله، مظبوط، مش في مصر بس. يعني دي حاجة من الحاجات المهمة جدا، دول كتيرة جدا بتعتمد عليها لزيادة إيراداتها. لكن في النواة الأساسية في صناعة الدواء هي الخامات، خامات الأدوية، ودي بتستأثر بها بعض الدول العظمى والدول الكبرى. إزاي مصر قدرت تتغلب على هذه النقطة عشان يبقى عندنا استراتيجية اللي احنا ماشيين عليها في توطين صناعة الدواء في مصر؟ تمام، نرجع تاني نقول من 8 سنين احنا بصين إزاي وإزاي مصر تبقى رائدة. الريادة في كذا حاجة، منها انك انت تعمل البنية الأساسية للخامات. طب ناخد القصة على مستوى العالم، حضرتك أشرت للدول الكبرى. بقى الدول الكبرى هي بتخترع وبتكتشف وبتعمل أبحاث، بس الدول الكبرى النهاردة بدأت تشتغل بمنظور وفكر تاني. إزاي؟ إن الدول الكبرى النهاردة بدأت تقول لك أنا عندي حاجة اسمها البيئة النظيفة. إيه البيئة النظيفة؟ إن هو مش عايز أي تفاعلات كيماوية عنده، فراح جاي حادف البيئة، المواد الكيماوية دي فين؟ في الهند والصين. وبالتالي هو اعتمد أماكن في هذه الدول، في الهند والصين. فأصبحت الهند والصين هي تقدر تقول الهب، هي ده بتاع العالم كله، مصانع العالم كله في مواد الخام ومواد التعبية. فأنت من خلالها بتبدأ أنت كمصر بتاخد من عندهم هذه البتاع. طب أنا كمصر ببص للموضوع إزاي؟ على فكرة البلد بتشتغل بطريقة كويسة قوي للمشكلة وحلها على المدى البعيد، يعني دلوقتي هعمل إيه والمدى المتوسط إيه والمدى البعيد إيه. نيجي مثل موجود حاليا ويمكن بحضراتكم من أكتر من سنة وشوية، طلعت مدينة الدواء. مدينة الدواء بتتكلم على 180 ألف متر، إبريل من عام 2021، وأعلى مستوى من التكنولوجي والإمكانيات في هذه المدينة معمولة على مستوى عالي. خلاص، إيه هدفها؟ ثلاث حاجات. الحاجة الأولانية، إحنا اتفقنا أن صناعة الدواء ده أمن قومي، ما ينفعش الصبح الناس تصحى ما تلاقيش دواء. صح. طب حصلت أزمة، طب أنا الدولة موجودة هي خلاص تقدر تغطي هذه الأزمة. طيب في حاجة تانية، المستقبل القريب اللي هو في خلال 10 سنين اللي هو بعد بكرة، يعني في خلال 10 سنين دول البيولوجيكال هيبدأ يغزو العالم والأدوية العادية هتنتهي. طب انت في خلال 10 سنين ده انت المفروض تكون جاهز. فتيجي مدينة الدواء خلاص بتعمل شراكات مع شركات عالمية لنقل هذه التكنولوجيا. تمام. الحاجة الثالثة بالنسبة لنا موضوع الخامات، وده المرحلة الثالثة للدولة بتوصلها. فهي الدولة ماشية في خطة، والخطة الحمد لله ماشية في أفضل ما يكون. الخامات هنا احنا بنقسمها للخامات الأساسية، ولا احنا بنتكلم عن نسب المادة الفعالة؟ الناس كتير قوي دايما تقول لك طب ما خلينا ناخد الدواء المستورد بيخففني أسرع، بيخففني أحسن، مع ان الناس بتبقى عارفة كويس قوي ان الشركات بتصنع بمقاييس محددة. فكرة ان في بعض الاحيان ما بنبقاش عارفين الدواء جاي ازاي، جاي في شنطة حد من اصحابنا ولا مش عارفة ايه، ده بيخلي توافر الدواء عامل ازاي للناس باسعار مناسبة؟ اولا الدواء في مصر خلاص، وهقول لكم على حاجة يعني مهمة جدا، بس في الاول هدي نبذة. احنا الدواء اصلا موجود تحت مظلة مين؟ موجود تحت مظلة هيئة الدواء المصرية. هيئة الدواء المصرية بتراقب، هي هيئة الشراء الموحد كمان، وهيئة الشراء الموحد في نفس الوقت، بس هيئة الدواء هي المسؤولة عن رقابة الأسواق والمصانع والصيدليات.
فبتتابع كل خطوة في التصنيع. وما فيش علبة دواء بتخش أي صيدلية إلا لما بيتم التحليل والتأكد من النسب والفعالية، فكله زي بعض. خلاص نيجي بقى لقصة الدواء المصري وأصل الأجنبي وأصل القصة. القصة دي كلها خلاص من بعض الشركات الكبيرة اللي أسعارها مغالى فيها، تيجي تقول لك بتشكك فيك، اللي هي معظمها الأجنبية، تيجي تقول لك إيه لا أصل الدواء المصري. لا الكلام ده، أنا شخصيا باخد أدوية مصرية. الحاجة الأهم من ده، من شهر حصلت حادثة كبيرة في شرق آسيا، ودولة من دول إفريقيا 300 طفل ماتوا. فمنظمة الصحة العالمية انزعجت، بدأت تبحث في الموضوع. فالمهم في إحدى القنوات وبتاع بيتكلموا معايا، فدرست الموضوع لقيت القصة كالآتي: دواء شرب للحرارة للأطفال عادي، دواء بسيط يعني موجود عندنا في مصر، بس هو المادة الفعالة ما فيش فيها مشكلة. المشكلة فين بقى؟ في المادة اللي دوبت المادة الفعالة، وانت بتدوبيها عشان تلاقيها. فاكتشفوا ان هذه المادة بتعمل فشل كلوي للأطفال. يا ستار، هذه المادة في مصر وهيئة الدواء بتحظر تداولها. فاللي حصل ان الدولة الإفريقية لما مات منها أطفال، منظمة الصحة العالمية رصدت الكلام ده، راحت طلبة هي من منظمة الصحة العالمية إن الدواء بتاعها يجي من مصر. ليه؟ لأنك قال لك مصر دواها أفضل، مصر دواها أحسن، وهما حابين بتاع. والكلام ده نقلته وزارة الصحة المصرية للحكومة المصرية. عظيم. وإحنا بنتكلم عن دور هيئة الشراء الموحد وهيئة الأدوية المصرية اللي جم نتيجة إعادة الهيكلة للمنظومة الدوائية في مصر بقرار 151 لسنة 2019. أعتقد أن دورهم كبير جدا في مسألة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية بالإضافة إلى التصدير، ودي نقطة مهمة جدا عايزين نتكلم عنها برضو. أولا دي برضو من الخطط والمنظور اللي في الثمان سنين الدولة عملته، عملية أن أنت بتحط حاجات استراتيجية لبناء صناعة دواء قوية. النهاردة الوكالة فيتشي النهاردة بتعمل بتقول لك لا ده أنت ظهرت في الصورة ان انت خلاص هتقود المنطقة في المرحلة الجاية، ان هو عمل هيئة الدواء وهيئة الشراء الموحد، لان الاتنين دول هما دول امبريلة الدواء في مصر، دول مظلة الدواء في مصر. هيئة الشراء الموحد اللي عملته في كورونا كان above expectation، فوق التوقعات خلاص. لعلم حضرتك اول حصل ازمة في اول ما حصلت الحرب الاوكرانية كويس، بدأت الخوف من النووي والقصص دي كلها، فبدأوا الاستخدامات الأيودين بقى يزيد. دول أوروبا هي ممكن بكرة الصبح تخش في حرب عالمية، فطبعا هم الناس دي بتبص إيه، بيحطوا الاحتمال الأسوأ. طب أنا لو دخلت هعمل إيه؟ أعمل مخزون دواء. فهنا بقى بدأت يستشعر هيئة الشراء الموحد بأن هناك حاجات زي صبغات الأشعة اللي بيدخل منها الأيودين، فراحت عاملة استوكات تكفي سنة. بص بقى على مستلزمات الكورونا، الماسكات والجاونز والحاجات والأوفر هيد والجوانتيات والحاجات دي والكحولات والحاجات اللي بتاع، لا كان عندنا مخزون، ما حسيناش بأي نقص في أي من الحاجات دي من هيئة الشراء الموحد. عندك هيئة الدواء النهاردة في موضوع الأدوية العلاج الطارئ، في أدوية حديثة نزلت كورونا كانت بتنزل النهاردة في أمريكا وفي أوروبا، بعد أسبوع مصر بتدخلها باسمه التسجيل الطارئ، بحيث يبقى أنت أحدث حاجة نزلت دخلتها وكنت عندك ريادة فيها. الأجمل من ده عندك دواء اسمه ريميدزفير. الدواء ده الاسم العلمي بتاعه، مش اسم تجاري، اسم علمي اسمه كده. ريميدزفير ده الشركة أمريكي هي اللي اكتشفته. الشركة دي عندها مصنع واحد في أمريكا، فلما الـFDA الأمريكية وافقت عليه أصبح إنها المصنع ده ما يقدرش يدي للعالم كله، فقرروا ان هم يدوا اوروبا وامريكا بس. طب بقيه العالم يعمل ايه؟ قالك طب احنا هنختار ثلاث دول نصنع فيهم تحت عينينا بنفس الجوده، فاختلوا الثلاث دول: الهند وباكستان ومصر. فبقت مصر هي اللي ليها السبق والرياده في تصنيع هذا المستحضر. المفارقه العجيبه ان الهند حصل فيها نوع من انواع التطور في كورونا، زاد قوي عدد الحالات، فبقى مصنعها مش مغطي، بقت تستورد من مصر. فاحنا اللي بنصدر للهند برغم ان احنا دايما
من عندهم لعندنا. فدي بيوري لك قد ايه احنا عندنا اساسيات. وجود هيئه الدواء النهارده هو اللي ادى الى تسجيل سرعه تسجيل ده في كورونا. كورونا درس بصراحه ناجح لمصر في انها الصناعه الحمد لله عندنا وسياسات الدوله من 8 سنين ماشيه في اتجاه قوي يعني. الاستخدام الامثل لفكره اقتصاديات الحجم، ان احنا عندنا حجم كبير من الاستثمار اللي موجود في صناعه الدواء، فده بيساعدنا ان احنا نقدر نعمل انتاج محترم. احنا عارفين المبادرات الرئاسيه اللي بتهتم بصحه المصريين، وعندنا كتير من المبادرات الفتره اللي فاتت، اكتر من 80% من الدواء اللي موجود في المبادرات الرئاسيه اللي اهتمت بصحه المصريين ده كان كله من التصنيع المصري وبنصدر. فاحنا بنتكلم في ملء للسوق، او ان احنا وفرنا عمله صعبه من احنا استثمرنا في صحه المصريين وفي نفس الوقت ما استوردناش. في يعني الحاجه اللي عجباني في كلام حضرتك الاتي، المبادرات. المبادرات دي كلمه سر. خلاص؟ المبادرات دي كانت باراده سياسيه، وكان بدايتها انه القياده السياسيه لقت ان في مرض الفيروسي موجود في مصر والناس بتتالم وحالات وفيات كتيره حصلت منه، وبالتالي يعني مشاكل كبيره زائد تكلفه علاجه كانت فظيعه وقتها. فبدات الدوله تتبنى حمله ال100 مليون. حمله ال100 مليون دي درس قصه نجاح على مستوى العالم لمصر. في حملة المئة مليون انت عندك مرض متوطن ومتأصل جوه مصر، خلاص انك انت تكافحه وتحاربه وتقضي عليه. دي كان منظمة الصحة العالمية ويمكن كان فخامة الرئيس في مؤتمر الافريقي الاول، الطب الافريقي اللي كان هيئة الشرم واحد منظمه وكده، منظمة الصحة، كان رئيس منظمة الصحة العالمية جه قال كلمة يعني وقتها وأشاد بدور مصر، وإن التجربة يا ريت دول كتيرة في العالم محتاجاها إن هي تتنفذ. قال بس هو قال كلمة مهمة جدا، قال نظرا لوجود الإرادة السياسية القصة نجحت. عشان كده النهاردة في حالات، النهاردة وزارة الصحة بتقول لك فتحة للناس تيجي تتعالج من فيروس سي، مش لاقيين ناس تيجي تتعالج من فيروس سي، لان الحمد لله احنا تقريبا قضينا على حاجه زي كده. كانت حاجه من الحاجات مؤثره للناس صحيح. اللي بتسافر بره كانت بتاثر عليهم، النهارده اصبحنا في ليفل او في مستوى ان احنا الحمد لله نجحنا فيه بالصناعه الوطنيه. ده عظيم جدا. طيب عشان نصدر، ودي حاجه مهمه جدا، هل عندنا بعثات ترويجيه مثلا للدواء المصري في الخارج؟ هل ممكن نعتمد على الملحقين التجاريين الموجودين في دول بره للوقوف على احتياجات السوق الخارجي؟ بص احنا كان عندنا اجتماع من حوالي اسبوع مع حد ممثل من احدى الجهات الحكوميه يعني وكده، اللي حضرتك بتقوله ده هو ده اللي احنا قلناه. في خطه متكامله لازم تمشي. انا بس حابب اقول ان احنا في 2021 صدرنا، احنا بنصدر ايه؟ مستلزمات تجميل، دواء بشري، دواء بيطري. خلاص كل حاجه ليها دورها في انها تقدر ان هي تجيب لك دولار. خلاص؟ طب احنا كنا وصلنا لكام في 2021؟ 500 مليون دولار كل المجموعه دي على بعضها. خلاص؟ احنا في 2022 قفلنا كام؟ 960 مليون، يعني بتتكلم في مليار. فاحنا ماشيين في هل ده طموحنا؟ لا. احنا مصر فيها 170 مصنع. احنا اكبر مصنع دوله في الشرق الاوسط وفي افريقيا عندها صناعه دواء وقاعده قويه. تعال بقى لدوله شقيقه جنبك عندها 27 مصنع. بتصدر بكام؟ بمليار و800 مليون. طب هما اشهر مننا، احنا اللي علمنا، احنا مصر، احنا اللي زرعنا العلم جوه افريقيا والشرق الاوسط. العلماء عندنا الامكانيات، بس هي قصه الاراده السياسيه والاتجاه الدوله. في فتره من فترات في النص من الستينات الى المرحله اللي احنا فيها دي، الفتره دي كان الدواء بيبقى عباره عن ايه؟ سلعه وطنيه عشان خدمه المواطن المصري. انما من بقالنا 8 سنين لا، الدواء سلعه بنغطي اللي محتاجنا، بس لابد ان احنا عينينا على التصدير. وعلى فكره زي ما حضرتك قلت ان الدواء سلعه مهمه في التصدير على مستوى العالم. خلاص؟ في كورونا
في الأزمة أنت مغطي نفسك، ودول إفريقيا بعتت تقول لك إحنا عايزين من عندك دواء، واخد بالك؟ لا، فأنت مصدر إن شاء الله للدواء المصري، وإن الدواء المصري يبقى للفترة الجاية هو تحت منظور الدولة لزيادة صادرات. ومش الأدوية المثيلة فقط، الأدوية المبتكرة كمان، يعني يمكن التقرير أشار للنقطة دي. يس، الأدوية المبتكرة إحنا عندنا مصانع كبيرة جوا مصر بتشتغل على هذا الأساس، وعندنا مدينة الدواء النهاردة دورها الرئيسي في إنها في الشراكات اللي هي بتعملها من الدول اللي برة، إنها تنقل لك تكنولوجي جديد. على فكرة في العشر سنين الجايين هيبقى في شكل مختلف للدواء، عشان كده إحنا من مصر النهاردة حتى خطة استراتيجية لحاجات البيولوجية اللي جاية للصناعة. كل الشكر ليك يا فندم، شرفتنا ونورتنا. الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، ألف شكر ليك يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا جزيلا لحضرتك. مشاهدينا خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل معكم باقي فقرات. جولتنا الرياضية ما خلصتش لأن الأحداث كتيرة، خاصة أن في ماتشات مهمة النهاردة في بطولة أفريقيا للشباب، ظهور أول للمنتخب التونسي اللي بيلعب ضمن صفوفه محمد الضوي لاعب النادي الأهلي. كمان في ماتشات مهمة في الدوري المصري، وبيعود النادي الأهلي للدوري بعد غياب أكتر من 21 يوم، وهيقابل أسوان، ده غير المباراة القمة الكرة الأوروبية اللي هتجمع ليفربول مع ريال مدريد في ذهاب دور 16 لدوري أبطال أوروبا. خلونا نعرف تفاصيل أكتر ونتكلم أكتر مع إسلام محمد الناقد الرياضي عبر التليفون. صباح الخير. صباح الخير يا أستاذة لمياء، بصبح عليك طبعا، وبصبح على كل متابعين ومشاهدين. صباح الخير يا مصر طبعا والقناة الأولى. صباح الخير عليك. وكلمنا على طول بقى النهاردة الأهلي عنده لقاء مع أسوان، بنشوفه أو بتشوفه إزاي خصوصا بعد ثلاث هزائم متتالية للأهلي ورا بعض؟ طبعا في البداية أكيد هيكون لقاء مهم جدا بالنسبة للنادي الأهلي، خاصة أن النادي الأهلي راجع من مباراة، أو نقدر نقول كبوة مباراة الهلال السوداني، راجع بهزيمة من السودان. بالنسبة لكل جمهور النادي الأهلي هزيمة مفاجأة بكل تأكيد، أنك أنت تخسر من الهلال السوداني في السودان، حتى أيا كانت المباراة سواء في السودان أو في القاهرة. قيمة النادي الأهلي في أي مباراة بيخشها بكل تأكيد يسعى للظفر والفوز بالثلاث نقاط، ولكن الحقيقه هي كانت مفاجاه كبيره جدا ان الاهلي يرجع من السودان بنتيجه 1-0. بكل تاكيد خليني اذكر لك على حاجه يا لمياء، ان المباريات اكيد في فوز وفي هزيمه، في فريق هيكسب وفي فريق هيخسر، او حتى الفريقين هيتعادلوا، ولكن ان الاهلي يخسر في اول جوله في دوري ابطال افريقيا من الهلال السوداني، اعتقد ان الاهلي قادر ان هو يخرج من الكبوه دي. وحظ اسوان بقى السيء جدا ان الاهلي جاي من هزيمه من الهلال، ويصطدم مباشره باسوان في الدوري المحلي. اعتقد مباراه هتكون مهمه جدا. كولر قفل على اللاعبين، قفل على الفرقه تماما، قال لهم بالنص كده، قال لهم خلاص احنا هنقفل على دوري الابطال، وهو ده قدر النادي الاهلي ان هو يقفل على بطوله ويخش على بطوله ثانيه اللي هي بطوله الدوري المحلي. اعتقد هتكون مباراه صعبه جدا. اسوان كمان مع الكابتن احمد الرمادي الحقيقه عاملين توليفه مميزه جدا، عاملين تشكيله كمان ما بيغيرش فيها كتير، او ما بيلعبش في التشكيله لمياء كتير. الحقيقه هنشوف مباراه قويه جدا جدا جدا، واعتقد مش هتتحسم يعني زي ما الناس متخيله ان ممكن الاهلي يكسب بسكور زي ما كان بيحصل في السابق. اعتقد ان المباراه هتكون صعبه، ولكن النادي الاهلي داخل المباراه ومن خلال كواليسي انا لمياء لصباح الخير يا مصر، ان هيكون في بعض التغييرات اللي كولر ممكن يعملها على التشكيل. قبل ما نتكلم على التغييرات وانه النتيجه لسه الناس مش متاكده ايه اللي ممكن يحصل، لكن الغيابات اللي موجوده في الاهلي سواء بالاصابه او بالايقاف شكلها ازاي؟ شايفها ازاي؟ بص يا لمياء، خليني اكد لك ان انا اللي انا عرفته امبارح من خلال معسكر النادي الاهلي ان كل اللاعبين جاهزين، يعني التوليفه اللي مع كولر كلها جاهزه، ما فيش غيابات مؤثره على النادي الاهلي، او ما فيش لاعب اللي هو الجمهور يقدر يقلق سواء غايب او مش موجود يعني مع الاهلي امام اسوان. الفريق كله كامل العدد. بعض التغييرات اللي انا بقول لك عليها لراحه اللاعبين للاجهاد، الاهلي زي ما قلت لك راجع من كاس العالم للانديه، راح مباشره
على السودان. تخيل انت الاهلي في 15 يوم بيلعب في ثلاث بطولات مختلفه، بيلعب في كاس العالم للانديه ثم يرجع على دوري الابطال ثم يرجع على الدوري المحلي. اعتقد ان كل ده لود واجهاد على اللعيبه بشكل كبير جدا. كوره خلاص زي ما قلت لك قفل الصفحه. هيكون في بعض المراكز اللي ممكن يتم بعض اللاعبين يعني اللي بعض المراكز اللي ممكن يتم راحتهم بنسبه كبيره. هيدخل مروان عطيه في الملعب بشكل كبير النهارده، هيدخل ايضا احمد الكندوسي اللاعب الجزائري الصفقه اللي واخد عليها امال كبيره جدا جمهور النادي الاهلي، ايضا هيكون بنسبه كبيره متواجد في الملعب. عوده محمد شريف بنسبه كبيره ايضا هيكون برضه متواجد في الملعب بنسبه 95%. ممكن يريح حمدي فتحي وعلي معلول خاصه ان ما فيش وقت عندي في مباراه النادي الاهلي امام صن داونز، ايضا المباراه قريبه جدا. واعتقد ان خلاص كل حاجه الاجواء داخل النادي الاهلي قفلوا الصفحه تماما على بطوله دوري ابطال افريقيا ومركزين طيب في مباراه طوال النهارده. طيب خلينا نتكلم في النهارده ماتش المحله مع الاسماعيلي، انت شايفه ازاي خصوصا ان هو بيعاني؟ هل هيقدر الاسماعيلي يخرج من المازق اللي هو فيه وبيعاني منه، ولا المحله هيستعيد التوازن بتاعه؟ الحقيقه يا لمياء انا حزين على نادي الاسماعيلي. مش هكلمك المباراتين اللي فاتوا، ولكن حزين على ما يمر به النادي الاسماعيلي الفتره اللي فاتت. طبعا النادي الاسماعيلي لو جينا اتكلمنا كنا بنقول على مثلث الرعب في مصر هنا، كنا بنقول اهلي زمالك اسماعيلي، ولكن للاسف اين نادي الاسماعيلي؟ انا الفتره الحاليه دي بحس ان نادي الاسماعيلي مختطف. بحس ان المسؤولين اللي متواجدين في نادي الاسماعيلي يا لمياء ليسوا على قدر المسؤوليه، يعني كل واحد بيشتغل لصالح نفسه وليس لصالح نادي الاسماعيلي. انا بس بوجه لهم رساله، وفي كل مكان بكون موجود فيه بوجه لهم رساله، بقول لهم نادي الاسماعيلي نادي كبير جدا 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 لا يقل ابدا عن نادي الاهلي او نادي الزمالك. مع احترامي طبعا لكل الانديه الباقيه، نادي الاسماعيلي اول نادي يحصل اول نادي مصري يحصل لقب افريقيا كنادي مصري. تخيلي في دلوقتي نادي الاسماعيلي، انا حزين جدا على نادي الاسماعيلي. الاسماعيلي قادر ان هو يستفيق من الكبوه الكبيره اللي هو فيها دي، انا بقول كبوه كبيره ان شاء الله يعديها، صعب جدا ان شاء الله يعديها. بس خلينا كمان نروح لريال مدريد وليفربول وبطوله دوري ابطال اوروبا، بتشوفوا ازاي دلوقتي؟ طبعا هتبقى مباراه مهمه جدا، انشيلوتي ويورجن كلوب. الحابس يعني احنا بنستنى المباريات دي، عارفه انت اللي هو استحاله المستديره، الكره الجميله، المتعه. احنا في ثانيه بنقلب بالريموت كنترول يا لمياء، بنجيب من الدوري المحلي عفوا عندنا هنا دوري ابطال اوروبا. تخيلي الفوارق الكبيره جدا 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 اللي احنا بنشوفها، اعتقد هتكون قمه زي ما مكتوب قدامي على الشاشه، قمه الكره الاوروبيه. بحييكم على العنوان المميز اللي انتم كاتبينه ده، حاجه ولا اروع من كده. هتكون مباراه كبيره جدا ما بين انشيلوتي العبقري جدا 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 وبين يورجن كلوب المدرب اللي يمتلك الطموحات الكبيره اللي هو لا يؤتمن يا لمياء. انا بقول على يورجن كلوب مدرب لا يؤتمن، في اي ثانيه داخل المباراه ممكن يصنع لك الفارق. عنده سكواد مميز جدا على اعلى مستوى. اي دلوقتي كل كلامي مصب على محمد صلاح، لان عوده محمد صلاح للتالق مع ليفربول الفتره الحاليه اعتقد هيبقى عوده مهمه جدا. عنده مباراه خاصه تحديدا محمد صلاح مع ريال مدريد، في كل مباريات محمد صلاح مع ريال مدريد بتلاقيها مباراه خاصه. الناحيه الثانيه طبعا فريق ريال مدريد جاي من كاس العالم للانديه ويحمل بقى طموحات دوري ابطال اوروبا عشان يرجع كمان يشارك في كاس العالم للانديه النسخه المقبله اللي هتكون في ديسمبر في السعوديه. واعتقد احنا قدام حدث كروي كبير ومميز جدا يا لمياء. اسلام محمد بنشكرك شكرا جزيلا الناقد الرياضي، وكده خلصت فقرتنا الرياضيه، ونرجع مره ثانيه لمحمد الشاذلي ومنا نكمل معاهم باقي فقراتنا. شكرا لك يا لمياء. في شاب اسمه اسلام وهيب، اسلام عنده شغف كبير جدا بالتاريخ خاصه تاريخ مصر، كان بينزل يلف في الشوارع ويزور المعالم ويدخل في الدهاليز بقى والحاجات التفاصيل اللي يمكن غايبه عن ناس كتير، عشان كده كان كل هدفه في الموضوع ان هو يتعرف على تاريخ مصر، يتعرف على ادق التفاصيل، على الحكايات اللي موجوده. ومع الوقت الشغف ده زاد وقرر ان هو ينقل كل اللي اتعلمه وعرفه عن التاريخ ينقله بقى للناس.
إسلام بالفعل أسس مبادرة اسمها مبادرة أعرف بلدك. إسلام بينظم رحلات للشباب والأطفال وكمان للمهتمين بالتاريخ وبالثقافة وبيعرفهم فيها على تاريخ البلد. خلينا نشوف إسلام بيعمل إيه ونرجع تاني نكمل كلامنا معك. اعرف بلدك هي مبادرة هدفها تنشيط السياحة الداخلية والارتقاء بالوعي الأثري للشباب والأطفال والنشء، وذلك عن طريق شرح التاريخ الأثري بكل أنواعه وسرد الأحداث والقصص التاريخية داخل المكان الذي شهد هذه الأحداث، وهو ما يجعل السرد والشرح مختلفاً، علاوة على أنه يساعد على التذكر وسرعة التخيل والإحساس بالتاريخ وعظمته. بدأت فعاليات المبادرة في شهر أكتوبر عام 2020، وفي خلال هذه الفترة استطاعت المبادرة تنظيم أكثر من 40 فعالية وجولة أثرية تضم التاريخ المصري القديم والتاريخ الإسلامي، إضافة إلى التاريخ القبطي والتاريخ البطلمي في كافة محافظات مصر. ومن خلال هذه الفعاليات المجانية في الشرح وسرد التاريخ تمكنت المبادرة من عمل مجتمع صغير، وهو عبارة عن أدمن المعرفة والاطلاع، وباتت هذه الفعاليات حريصة على استقطاب المزيد من الشباب والأطفال، وهو ما يحتاج إلى وجود منظمين متطوعين لتنظيم الفعاليات التي تزايدت في الآونة الأخيرة وتخطت 70 مشاركاً. احنا دلوقتي معانا عبر زوم مؤسس مبادره معانا اسلام وهيب. اهلا بيك يا اسلام وصباح الخير عليك. صباح الخير عليك وعلى احسن ناس في الدنيا. باشمهندس اسلام، ايه الحكايه بقى؟ انت اصلا مهندس ميكانيك، جت منين بقى قصه التاريخ واللف وتنشيط السياحه وكل التفاصيل دي؟ هو في البدايه انا قبل ما ابقى حد بيتكلم عن التاريخ، هو انا حد عاشق اصلا للتاريخ، تمام؟ وبقالي سنين كتير جدا بقرأ فيه، زائد ان انا اصلا عامل روايات، 8 روايات حوالي 50% منهم بتتكلم عن التاريخ، مش بس التاريخ المصري، التاريخ بشكل عام. ولكن المبادرة بتاعت اعرف بلدك بدأت معايا من 2020 في اكتوبر تحديدا، لما لقيت الناس بتتكلم هو مثلا شارع زي شارع المعز، منطقة زي منطقة الدرب الأحمر، منطقة زي منطقة الجمالية، المناطق دي أصلا إيه الآثار اللي فيها وهل فيها آثار فعلا وإيه التاريخ اللي شاهد عليها. فلقيت إن في ناس كتير بتنزل أماكن زي دي بس ما عندهاش خلفية تاريخية اللي هي بيها تقدر إن هي تعرف المكان ده مثلا إيه هي القيمة الحقيقية بتاعته وإيه التاريخ اللي وراه. فمن هنا فكرت فكرة بقى المبادرة، إن أنا أستغل الموضوع بما إن أنا كاتب وأريدي ليا قراء وأريدي ليا ناس، إن أنا أنزل بالناس ديت وأبتدي إن أنا أعرفها جزء مهم على التاريخ بتاع مصر. المبادرة بتاعتي بتاعت أنت اللي بتنزل بيهم يا إسلام؟ إيه يا فندم؟ حضرتك اللي بتنزل بيهم، حضرتك يعني اللي بتاخدهم وبتشرح؟ تمام. ده حقيقي، أنا اللي بنزل بيهم وأنا اللي بشرح وأنا اللي بعمل كل دوت. اتفضل. طيب باشمهندس اسلام، الموضوع بدا معايا بالتاريخ الاسلامي وبعدين دخلنا اماكن خاصه بالتاريخ المصري القديم والتاريخ المسيحي والتاريخ البطلمي. والموضوع مش مقتصر بس على القاهره، بل ان هو في محافظات كتير، رحنا رشيد، رحنا اسكندريه، رحنا الفيوم. الفيوم على فكره من المناطق اللي فيها التاريخ قوي جدا، بس احنا عاده فكرة الفيوم بالنسبة لنا بتبقى في وادي الريان أو في الجزء الترفيهي، بس في خلفية تاريخية كبيرة جدا. فمن هنا بدأت أفكر بقى في فكرة اعرف بلدك، اللي هو إحنا بننزل أماكن نعرف الناس التاريخ نفسه بتاع البلد وبتاع عظيم. المنطقة. اتكلمت أنت عن شارع المعز وكمان عن شارع الدرب الأحمر، لسه امبارح كنا بنتكلم إنه تم افتتاح مسار الدرب الأحمر فيه 12 أثر، هيحتاج طبعا مجهود منك خلال الفترة اللي جاية في تعريف الناس بهذه الآثار الموجودة في مسار الدرب الأحمر. عايز أعرف طريقة تنظيم الرحلات دي. اتفضل. أنا عايز أقول لحضرتك إن إحنا إن شاء الله عندنا جولة يوم الجمعة اللي جاية في الدرب الأحمر أصلا. عظيم. كويس. طيب استعدت لها إزاي؟ يعني جهزت الرحلة إزاي واستعدت لهذه الجولة إزاي في القراءة عن كل هذه الآثار الموجودة في الدرب الأحمر؟
بص هقول لحضرتك على حاجه، هو القراءه عن منطقه الضرب الاحمر او عن الاماكن اللي موجوده في الضرب الاحمر زي مثلا مجموعه خير بك او مثلا الجامع الازرق المشهور باقصنكر او مثلا مدرسه السلطان ام السلطان شعبان، الحاجات دي مش لما باجي مثلا اطلع النهارده ايفنت او اطلع النهارده رحله مش ببقى مجهز من دلوقتي، الكلام ده انا قاريه من زمان جدا، بس الفكره ان هو يتحط في اطار قصصي علشان الناس يبقى عندها قابليه ان هي تاخد المعلومه. صحيح. احنا دايما عندنا مشكله في التاريخ طول حياتنا ان التاريخ بيتقال لنا كماده ادبيه صريحه، ان سنه كذا حصل كذا وان سنه كذا حصل كذا، في حين ان مثلا العقل البشري بياخد المعلومه من القصص اكتر، وعلشان كده كانت حكمه ربنا سبحانه وتعالى في الاديان السماويه ان كان الموضوع اغلبه كان قصص، والقصص كان الهدف منها تعليم ولكن هو تعليم غير مباشر. هي نفس المنهجيه دي اللي انا بتبعها في المبادره بتاعتنا، احنا لما بننزل اي مكان بنحكي عن الشخصيه اللي خاصه بالاثر وعن الاثر نفسه وعن التاريخ اللي مر بيه الاثر. باسلوبك بقى اللي كتبت بيه الروايات واسلوبك القصصي يا باشمهندس. باشمهندس احنا بالزبط. عندنا اكتر من مبادره اسمها اعرف بلدك، اسم يعني جاذب قوي، واسم كل المبادرات دي اعتقد انها بتفيد حقيقي. بعض، مش بتتنافس، لا بتتكامل. أكيد طبعا طبعا. بص حضرتك، هو كل ده في الأول أو في الآخر بيفيد فكرة الوعي الأثري والتاريخي لقيمة البلد اللي احنا عايشين فيها، ده بيعزز من فكرة الهوية وبيعزز من فكرة الوطنية، لأن التاريخ مهم جدا عشان يعرف الناس قد إيه البلد دي عظيمة، قد إيه البلد دي حصل فيها اختلاط كتير جدا 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 من ثقافات، سواء كان أيام المصريين القدماء أو أيام الأشوريين أو أيام اليونانيين أو حتى في العصور الإسلامية. مصر كانت مرتين على مدار التاريخ عايزينها تبقى مهد للخلافة، سواء كانت الخلافة العبيدية أو حتى الخلافة السنية. مصر قعدت 267 سنة في عصر المماليك، هي الخلافة السنية العباسية الرسمية، كان الخليفة موجود هنا بأمر من بيبرس البندقدار وكان الخليفة العباسي موجود. السلطان المصري تفاصيل في عصر كتير المماليك عندك يا باشمهندس اسلام، سعداء بوجودك معانا. اسلام وهيب مؤسس مبادره اعرف بلدك، شكرا جزيلا لك. دلوقتي مشاهدينا معاد موجز لاهم الاخبار مع لميا. شكرا لك شاذلي. 9 صباحا بتوقيت القاهره، 7 بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. يعقد اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس أوزبكستان شوكة ميرزيايف جلسة مباحثات، وكان الرئيس السيسي قد استقبل نظيره الأوزبكي بمطار القاهرة الدولي في مستهل زيارة رسمية يقوم بها إلى مصر. أرسلت مصر قافلة محملة بمئات الأطنان من المساعدات الإغاثية لدولتي سوريا وتركيا بحرا، تأتي هذه المساعدات تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بمواصلة تقديم الدعم والمساندة للشعبين السوري والتركي في مواجهة آثار الزلزال. وشملت المساعدات مئات الأطنان من الأغذية والأدوية وكميات كبيرة من الخيام والبطاطين. لقي 7 أشخاص في تركيا وسوريا مصرعهم من جراء زلزالين بقوة 6.4 و5.8 درجة ضرب شمال سوريا ومحافظة هاتاي التركية الجنوبية، وهي المنطقة الأكثر تضررا من الزلزال 6 فبراير الذي خلف أكثر من 45,000 قتيل في البلدين. وأعلنت الحكومة التركية أن الزلزال أسفر عن إصابات العشرات من بينهم إصابات خطيرة، كما أسفر عن انهيار مبان متصدعة. يلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم في موسكو خطابا أمام النخب السياسية الروسية، وأوضحت مصادر روسية أنه من المتوقع أن يخصص بوتين الجزء الأكبر من خطابه للحرب في أوكرانيا. يأتي هذا قبل أيام من ذكرى مرور عام على بدء العملية الروسية العسكرية الروسية في أوكرانيا والتي خلفت آلاف الضحايا من الجانبين وتأزم الاقتصاد العالمي.
أعلن وزير الخارجية الصيني تشين جيانغ أن بلاده قلقة للغاية من النزاع الدائر في أوكرانيا والذي يتفاقم. وأضاف وزير الخارجية الصيني أن الوضع بات يخرج عن السيطرة، مشيرا إلى أن بكين تعمل على تعزيز حوار السلام بشأن الأزمة الأوكرانية ومعالجة مخاوف كل الأطراف والسعي أيضا لتحقيق الأمن المشترك. يأتي تصريح الوزير الصيني غداة في بلاده الاتهامات التي وجهها إليه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، ومفادها أن بكين تفكر في تزويد روسيا بأسلحة لمساعدتها في العملية العسكرية بأوكرانيا. أعلن مفوض الشؤون الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الحزمة العاشرة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا ستدخل حيز التنفيذ بحلول 24 من فبراير الجاري. وقال بوريل خلال مؤتمر صحفي في أعقاب اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل أن فرض العقوبات هو التزام أوروبي. مشاهدينا انتهى موجز التاسعة، وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. في اهتمام كبير بمنظومة الصحة خلال السنوات اللي فاتت، وبالفعل تم إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية تحت شعار 100 مليون صحة، ومن ضمن المبادرات دي مبادرة العناية بصحة الأم والجنين اللي تمكنت من أنها تفحص 1,800,000 سيدة منذ إطلاقها ولغاية دلوقتي. هذه المبادرة منها هدفها هو الكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المتنقلة من الأم للجنين وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان، وكمان بتستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس بي ومرض الزهري للسيدات الحوامل. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتور فوزي فتحي المدير التنفيذي لمبادرة دعم صحة الأم والجنين. يا دكتور صباح الخير يا فندم. صباح الخير أستاذ محمد، على حضرتك والسادة المشاهدين جميعا. يا أهلا بيك. مبادرة مهمة جدا من السيد الرئيس لعناية بصحة الأم والجنين، عايزين نعرف ما تم تحقيقه حتى هذه اللحظة. هي المبادرة ابتدت تدريجيا في مارس 2020 في بعض المحافظات، وبعدين توسعنا وأصبحنا بنغطي الجمهورية كلها في بداية عام 2021، بقينا بنغطي جميع محافظات مصر 27 بأكثر من 3500 أو ما يقرب من 4000 مركز لتقديم خدمات المبادرة. في خلال المرحلة اللي فاتت قدرنا إن احنا نفحص زي ما حضرتك أشرت، تجاوزنا 1,800,000 سيدة حامل. هي المبادرة الحقيقة بتستهدف فحص السيدات الحوامل، الكشف المبكر عن عوامل الخطورة في الحمل، ودي بنقسمها شقين. شق مهم جدا، وده كان لأول مرة يعني يتعمل في مصر ويمكن من أوائل الدول في الشرق الأوسط اللي طبقوا، وهو الخاص بفحص الأمراض المعدية التي قد تنتقل من الأم إلى الجنين، ودي بتشمل ثلاث أمراض حقيقة: فيروس الالتهاب الكبدي بي، وفيروس نقص المناعة البشري HIV، ومرض الزهري أو البكتيريا مسببة مرض الزهري. والشق الآخر من عوامل الخطورة هي الأمراض غير المعدية ولكنها بتسبب خطورة على السيدة الحامل وعلى الجنين، ودي بتشمل الأمراض غير السارية: الضغط، السكر، الأنيميا طبعا، ومشاكل سوء التغذية. ده بيبقى الهدف الأساسي اللي بتشتغل عليها المبادرة، ودي بيتم تقديمها للسيدة الحامل في أول زيارة ليها لأقرب مركز أو منشأة رعاية صحية أولية قريبة من محل سكنها. امتى المبادره بتقف دكتور فوزي، وامتى بتنتقل الام من المتابعه مع هذه المبادره لمتابعه بقى اخرى وهي الاهتمام بصحه الام والجنين والطفل المولود بالفعل؟ تمام. احنا فعلا يمكن المبادرات الرئاسيه اللي هي الصحيه الحقيقه العظيمه اللي انطلقت كلها تحت شعار 100 مليون صحه في 2018 مبادرات صحيه متكامله. فزي ما حضرتك بتقول احنا فعلا بنشتغل اثناء فتره الحمل على السيده الحامل من خلال مبادره الام والجنين. بمجرد ولاده الطفل والام احنا بنستمر في متابعتهم لمده 42 يوم برضه لتقييم واجراء التدخلات اللازمه فيما يخص عوامل الخطوره او اي مشاكل صحيه قد تحدث بعد الولاده. بتبتدي كمان هنا الطفل بيبتدي يتقدم له مبادرتين مهمين جدا، احداهما مبادره الكشف المبكر عن فقدان او ضعف السمع، والمبادرة الأخرى الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية. برضو ده بيتم في مرحلة ما بعد الولادة،
سواء في الشهر الاول او 28 يوم، وبتستمر متابعه الامه لحد 42. طيب ده عظيم جدا دكتور فوزي. متابعة الأم في هذه المرحلة هي غاية في الأهمية بكل تأكيد، لكن من خلال 1,800,000 حالة اللي أنتوا قمتوا بفحصهم حتى الآن من خلال هذه المبادرة، هل اكتشفتوا عوامل خطورة مشتركة مثلا؟ هل عرفتوا أن في حاجة معينة بتصيب السيدات أثناء فترة الحمل أو بعد الولادة مباشرة، أو خطورة على صحة الأجنة والمولودين في هذا التوقيت، فبالتالي نعمل على حلها منذ البداية؟ بالظبط، وده الهدف الاساسي من المبادره، هو ان انا مش مجرد ان انا اكتشف عوامل خطوره وما اعملش اجراءات، لا طبعا الهدف دايما من اكتشاف عوامل خطوره هو اتخاذ الاجراءات المناسبه للحفاظ على حياه الام والجنين، لان اكتشاف المشكله عند الام والبدء في علاجها فورا من المشكله الصحيه بيساعدها على الشفاء من هذه المشكله الصحيه او من هذا المرض، او على الاقل السيطره عليه، لان احنا مثلا عندنا الامراض، هذه الامراض المعديه مثلا اذا اكتشفنا الام مصابه بالزهري له علاج شافي خلاص، بتاخد جرعه وبتنتهي خطيته. اما ما يخص فيروس بي او الاتش اي في بيبقى الحقيقه علاج يعني مدى الحياه، ولكن بيسيطر تماما على الفيروس عندها وبيحميها من اي مضاعفات. فده لحمايه الام. الشق الثاني بقى اتخاذ الاجراءات الوقائيه لحمايه الطفل من العدوى. وده الحقيقه عندنا الحمد لله الاجراءات الوقائيه لما بنطبقها بتبقى احتماليه اصابه المولود بهذا المرض المعدي او انتقال العدوى من امه ليه بتقترب من الصفر تقريبا، يعني في حين ان هو بدون الاجراءات الوقائيه بتزيد وممكن توصل احتماليه اصابته اللي هي ما يقرب من 50% احتماليه عدوى من الام للطفل، لكن مع التدخل الحمد لله حتى الان نجحنا في ان كل الامهات اللي اتشخصوا اتش اي في ولا طفل الحمد لله من ابنائهم اتنقل له الفيروس، وبرضه الامهات اللي كانت مصابه بفيروس بي يعني يمكن نسبه لا تتجاوز مثلا 3 أو 4 في الـ1000، يعني من كل 1000 هم اللي حصلت معاهم احتمال يعني حصل عدوى للطفل، والحقيقه دي اقل بكتير جدا من النسب العالميه. النسب العالميه بتتكلم على ان احنا نحقق نسبه حمايه ب 93% 94% مثلا، لا احنا قدرنا نقترب من ال 100% او تجاوزنا 99% لحماية الأطفال من العدوى. شكرا جزيلا ليك يا فندم دكتور فوزي فتحي المدير التنفيذي لمبادرة دعم صحة الأم والجنين، شكرا جزيلا ليك. فيتامين دي أو فيتامين د واحد من أهم العناصر الغذائية اللي محتاجها الجسم علشان تبني عظم صحي وتحافظ على صحة العظام. نقص الفيتامين ده بيأثر على العديد من وظائف الجسم، وده لأنه طبعا واحد من الفيتامينز الداعمة للمناعة وكمان بيحارب العدوى. طبعا بكل تأكيد مهم، ونقصه أو غيابه بيترتب عليه مشاكل كبيرة جدا، ليه دور كبير جدا في التركيز، رفع الكفاءة البدنية. عشان كده بنسأل إيه الأسباب اللي ممكن توصلنا لنقص فيتامين د؟ هل الدايت من أسبابه، من أسباب نقص فيتامين د؟ أسئلة كتيرة هتجاوبنا عليها دلوقتي ضيفتنا اللي منورانا في الاستوديو الدكتورة نهلة عبد الوهاب استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية. دكتورة صباح الخير يا فندم. يا أهلا بحضرتك. ليا الشرف بيكم. منورانا دكتورة. أهلا وسهلا. بنورك يا فندم. في البداية عايزين نعرف إيه هو فيتامين د؟ هو فيتامين د يعني هو فيتامين بنسميه فات سوربل او بيدوب في الدهون، ويقدر وامكان الخليه او جدار الخليه يخزنه بسهوله. احنا بنقول نقص فيتامين د ليه؟ نقص فيتامين د نتيجه لعدم تعرضنا للشمس. انت متخيله ان الناس بتغفل تعرضها للشمس، شمس البلد الشمس الجميله ديت اللي الناس بره في اوروبا بيدوروا على الشمس مش بيلاقوها، التعرض يوميا لشمس مباشره مش من جوه الجدار، مش من خلال الازاز، لمده 3 ساعة نعرض ايدينا ووشنا للشمس لمده 3 ساعة يوميا، ده مهم جدا جدا. هو ده فيتامين د اللي موجود المستقبلات بتاعته في كل انحاء الجسم. بيشتغل في كل حاجه، بنسميه حاجه اسمها بري هرمون او نوع من انواع يعني كانه هرمون، بيدخل في تصنيع حاجات كتير قوي وبيدخل في وظائف كتيره من الجسم لا تعد ولا تحصى. اكيد. امال ازاي يعني الناس مش بتتعرض للشمس؟ امال الناس وهي نازله شغلها بتتعرض للشمس، وهي سواء بقى راكبه مواصلات، راكبه عربيتها، ماشيه على رجليها، ما احنا بنتعرض للشمس. بالعكس احنا بنبقى حرانين ونقعد نقول حطوا سان بلوك وحافظوا على نفسكم وخدوا بالكم. سان بلوك اولا ده بيمنع بالظبط. لا احنا ما هو سان بلوك اوكي ما فيش مشكله، بس تعرضي الشمس الاول بعدين حطي سان بلوك لو انت خارجه ما فيش مشكله. تمام. الاول نتعرض لشمس مباشره لينا، شمس اللي هي قبل الساعة 10 الصبح وبعد الساعة 4 دي كويسة جدا جدا. احنا دايما حاجاتنا لو تاخدي بال حضرتك اندور، يعني بروح المول مقفول، بروح بشتري حاجتي من السوبر ماركت مقفول، سايقة عربيتي قافلة الإزاز وفاتحة التكييف،
اذا انا ما بتعرضش للشمس، او مش سايقه عربيتي راكبه حضرتك قلتي راكبه مواصلات، ما هي برده هو من خلال الازاز مش متعرض للشمس مباشره، يعني مش طالع قاعد في الشمس. يعني احنا لو عندنا شباك صغير حتى تعرضنا مش كفايه، لان زي ما بنروح السوبر ماركت زي ما بنروح نشتري من السوق المفتوح، وزي ما بنركب العربيه بنركب المواصلات، ويعني بالزبط. بنتعرض، بس حضرتك شايفه انه مش من خلال مش انت مش متعمده تظهري للشمس. يعني انا عايزاك الواحد يقعد كده. انا عايزه اقول لحضرتك امراض الاكتئاب الشديده اللي موجوده في اوروبا وناس كتير بتنتحر وحالات الانتحار والكلام ده كله نتيجه لعدم التعرض للشمس ووجود الشمس، نتيجه نقص فيتامين د بيخلي نسبه الاكتئاب عاليه جدا جدا عندهم. احنا عندنا يعني حضرتك لاحظي كده لو قعدتي في مره كده تقري كتاب حتى في الشمس او تقعدي كده اهوت مع نفسك في الشمس هتقومي حاسه ان معنوياتك احسن. يعني بيفرز هرمون السعاده. طيب هل الشمس بس هي المصدر؟ بصي حضرتك في الاكل زيت كبد الحوت، وممكن ياخد سبلمنت لو طبعا ما البلاد اللي ما فيهاش شمس هيضطر طبعا يعمل التحليل وبياخد تابلت. موجود في الاكل يعني. موجود في زيت كبد الحوت، موجود في صفار البيض، بس صفار البيض عشان تاكل كرتون البيض. فيعني نسبته في الاكل اقل قوي بكتير قوي من ان الشمس يتعرض مباشره ليها. اكيد. طيب انتشر كده كلام وسط السيدات وفي جروبات السيدات على مواقع التواصل الاجتماعي، اي حد يشتكي من اي حاجه يقول لك اكيد عندي نقص فيتامين دي، معروفه مصدعه عندك نقص فيتامين دي، تعبانه ومنهكه عندك نقص في فيتامين دي. فعلا هو يعني بيدخل ممكن قوي حضرتك. يعني احنا لو ممكن ناخدها من اول فوق لغايه تحت، يعني لو احنا قلنا ان انا وظائف المخ والتذكر، سقوط الشعر، العدوى المتكرره الفيروسيه، فاكره حضرتك ايام الكورونا الناس كانت عماله على طول بتاخد فيتامين د، بس انا لا انصح بيه الا لما يعمل التحليل ويتابع مع دكتور، لانه يعني في الاول وفي الاخر دواء. لا هو في الاول والاخر فيتامين عادي دواء فعلا. انا لما هتعرض للشمس ثلث ساعه ما فيش مشكله فيه، مش هيحصل لي يعني الفيتامين مش هيعلى في جسمي. ودايما يفولو التحاليل، دايما احنا بنقول حتى الناس السليمه يعملوا تحاليل وفحوصات كل 6 شهور. فيتامين دي دلوقتي في حضرتك الحملات اللي هي 100 مليون صحه احيانا بتبقى ممكن يتعمل للسيدات الحوامل او يتعمل للناس العاديه بسعر معقول يعني، او تبع الحملات دي. طيب نسبته كام اقول ان انا عندي نقص في فيتامين دي؟ اقل من 65 يوم. اقل من 65 واحده عشان وحده. بالظبط. عشان انا ما يعني يعني انا هبتدي اعاني اقل من كده. لازم اظبطه كده. محتاج ادويه؟ محتاج. يعني ممكن تاخد سبلمنت. بالظبط. تاخد سبلمنت. تاخد ادويه بس تاخد الدي 3. لا والله عادي لو حضرتك هتاخد بس الدي 3 مش دي 2، يعني فيتامين دي 3 ده الاهم. هو ده الصح. كويسين. طيب في حاجات بتتاخد مع بعض علشان تسرع الاستفاده؟ يعني مثلا دكاتره الاطفال بيوصفوا الكالسيوم مع الفيتامين دي للاطفال في سن معين، مثلا سن المشي وسن او الحبو في سن التسنين، يعني في حاجات كده بيوصفوها مع بعض تساعد، ده له علاقه ولا احنا بنجتهد؟ انا اقول لك لو الدكتور بيوصف لك كالسيوم مع فيتامين دي تغيري الدكتور. اوكي. فيتامين دي هو بتاخدي معاه كي 2، هو فيتامين دي بيساعد على امتصاص الكالسيوم. الفيتامين كي 2 بيساعد على ان الكالسيوم ما يترسبش في انحاء الجسم ويدخل مكانه الصح. فيتامين اف اللي هو الناس مش بتتكلم عليه بيساعد على ان امتصاص الكالسيوم موجود في الجلد وسلامه الجلد. فاحنا لا ياخد ممكن ياخد معاه مالتي فيتامين لكن ما ياخدش معاه الكالسيوم. يعني بس برضو بامر الدكتور مش لوحده. طيب نقصه بقى في الجسم، انا دلوقتي في حد انه عنده نقص في فيتامين د، هل ده في بعض الناس بتقول بتربطه بالسمنه الزايده او بعمل الدايت، هل ليه علاقه اصلا بالاثنين دول؟ السمنه الزايده هو ممكن يكون مال نيوتريشن، يعني او مش بياكل كويس، يعني بياكل الاكل مش مفهوش. سوء تغذيه اللي هو عباره عن انها مخبوزات، الهمبرجر، المياه الغازيه، فطبعا عنده فات ما بيهتمش بالعناصر. وطبعا احنا عارفين كويس قوي ان الصودا بتاعه المياه الغازيه بتعمل هشاشه في العظام، ده معلن. يعني بالنسبه للدايت دايما بيقول لك في الدايت لو سمحت ما تاخدش اي حاجه فيها دهون. طب ما هو الفيتامين دي هو الدهون هي اللي هي اللي مسؤوله عن وجوده. يعني هو عباره عن احنا الشمس لما بنتعرض للشمس الكوليسترول الموجود هو مكانه اللي هو فين في الدهون الايه يا فندم بيبقى مخزن فين في الجسم؟ هو انت بيتخزن في الكبد بس مش احنا مش يعني هو بيتصنع. يعني بيتصنع اول باول على حسب احتياج حضرتك. الكبد هو مكان التخزين. وموجود في الخلايا كلها كمان على فكره، مش في يعني جدار الخلايا. كل خليه بتحتاجه
موجوده فيها في جدار الخليه الخارجي طبقه الدهون دي بيبقى فيها فيتامين دي، لان اي خليه في الجسم بتحتاج فيتامين دي. اي دايت يقول لحضرتك ابعد عن الدهون، وده كده معناها ان انا مش هقدر فيتامين دي. يعني انا هقول لحضرتك لما بتاخدي التابلت بتاعه فيتامين دي تاخدي معاها نص معلقه مثلا زيت زيتون، تاخدي معاها اي حاجه دهنيه بسيطه بس الدهون سليمه، يعني مكسرات، سمسم، زيت السمسم من الحاجات الجميله. بنتكلم في الدهون الصحيه الغير مهدرجه واللي ممكن تساعد على امتصاص، يعني عشان كده دايما بيقول لك وزميل، يعني دايما بتاخدي الفيتامين دي مع الاكل، يعني مع وجبه الغداء مثلا. أي طيب دكتوره، يعني البعض ممكن يبقى يقول يعني ايه يا جماعه موضوع فيتامين دي اللي انت بقيتوا عمالين تتكلموا عليه، ممكن لو اهملنا ان احنا ناخد او نعالج اثار نقص فيتامين د على الجسم ايه اللي ممكن يحصل؟ عدوى فيروسيه متكرره يعني جميع الفيروس، اي فيروس اي حد ما يتعديش بيتلاقي على طول الوقت، يعني على طول بيتعدي البني ادم. سقوط الشعر، الم، يعني لو هو مثلا بيروح الجيم او بيروح اي حته، الم شديد جدا لاقل مجهود وتلاقي نفسك مش قادره، مش قادره تتحركي، اكتئاب شديد، سقوط في السنان، هشاشه في العظم، كل الحاجات دي كلها حدث ولا حرج. احنا عايزين كمان في حاجه اغفلناها، في التعرض للاسترس الدائم بيمنع ان الخليه تستفيد من فيتامين دي صح، لان الريسبتورز او المستقبلات بتاعه فيتامين دي شبه جدا المستقبلات بتاعه الكورتيزون. ف لما تركب عليها يجي فيتامين دي عشان يشتغل ما بيعرفش يشتغل. طيب يقال، وحضرتك طبعا يعني هتصححي لنا لو كان الكلام ده غلط، لا يا فندم، انه ليه علاقه وجود فيتامين د في الجسم ليه علاقه بتثبيط الخلايا السرطانيه، فهل ده طبعا في الحاله دي بكل تاكيد بيقي من السرطان، هل ليه علاقه؟ فبالتالي نقول ان هو لو نقص من الجسم من الممكن يكون من المسببات للسرطان. طبعا هو حضرتك الاميونيتي او الاميون سيستم بيعتمد اعتماد تام على وجود فيتامين دي في الجسم. جميع الخلايا بتتصنع باوامر من فيتامين د، بيدخل في كل الحاجات دي كلها، بيدخل في تركيب الخلايا، بيدخل في الاميونيتي نفسها. دايما احنا يوميا بيحصل لنا ان خليه بتشز عن العادي، او خليه يبقى شكلها مش طبيعي، اللي هي ليتر اون لما بتفضل قاعده ممكن تعمل سرطان. جهاز المناعه بتاعنا في مستقبلات معينه عنده يقول لا دي خليه غريبه، عارف حضرتك لما تراجع حساباتك اول باول، لا دي مش هتعدي الخليه دي لو سمحت، لان دي مش مظبوطه، ابتدي اقضي عليها. في حاله ايه؟ في حاله لو ان جهاز المناعه بتاعنا سليم وكويس معاف، نتيجه لايه؟ نعمله العناصر اللي من ضمنها اهم شيء فيها فيتامين دي. الجسم لما بيبقى فيه حاجه ناقصاه بيبقى دايما بيبعت كده رسائل يقول بيها خدوا بالكم انا مش تمام، ركزوا معايا. حضرتك بتقولي ان من النتائج الحاجات بقى الشديده اللي هي تساقط في الشعر ووجع في الاسنان و، لكن بيبقى فيه مؤشرات كده اول ما نشوفها نقول لازم ناخد بالنا ان في نقص فيتامين دي. تعب لاي اقل مجهود، اكتئاب شديد، يعني طبعا اكتئاب شديد هيلجا للدكتور النفسي طبعا، بس قبل ما ياخد مضادات اكتئاب يحلل الفيتامين دي. طيب هل ليه تاثير على اضطرابات النوم؟ طبعا هو اللي بيعمل السيركادي ريزم بتاع النوم، مسؤول على ان النوم يبقى في مواعيد صح وتنام كويس. ما كل يعني بص حضرتك حدث ولا حرج عن فيتامين دي، كل الوظائف، يعني بقول لك التذكر، لو الاطفال بتذاكر وتنسى او انت بتحس ان انت عندك نسيان، لو ان حضرتك اضطراب النوم، لان هو بيعمل السيركادي ريزم اللي هو بتاع النوم. اللي هو عباره عن ايه؟ ان انا مثلا بنام بالليل، بصحى الصبح، مش عارفه ايه الكلام ده كله، كل الحاجات دي، كل الحاجات دي، التوتر الشديد، كل التوتر الشديد هيمنع الفيتامين دي، هيمنع وجود الكورتيزول بنسبه عاليه، هيمنعنا نستفيد حتى من فيتامين دي. لكن نقصه ما يؤديش الى التوتر. لا هو مش نقصه يؤدي الى التوتر. الفكره في ان حضرتك يعني هو بينظم الدنيا، عارف حضرتك لما تحس ان في حد عباره عن منظم للدنيا كلها، يعني هو حتى يعني مسؤول عن تصنيع، بيدخل هو بيعتبر بري هرمون، بيدخل في تصنيع الكثير من الهرمونات اللي موجوده في الجسم، من ضمنها الكورتيزون الصح. احنا الكورتيزون بنسبه صح هو كويس قوي، بيحمينا وبيدافع عننا، لكن الكورتيزون اللي هو الريبيتد ستريس او ستريس فتره عاليه جدا، لا طبعا ده ما ينفعش، بيبوظ جسمنا تماما، بيبوظ البناعه تماما.
اكيد. طب دكتوره لما نيجي نقول ان احنا الفتره لازم نبقى واخدين بالنا ان مثلا الشتاء ممكن تزيد في الاصابه بنقص فيتامين د عن الصيف، نقدر ناخد بالنا من المواسم في الجو ولا لا ملهاش علاقه؟ ما طبعا غياب الشمس هياثر طبعا. يعني الوقت اللي بيتغيب فيه الشمس هياثر، بس احنا نغتنم الفرصه يعني على قد ما نقدر، وبرده في نفس الوقت تحليل مستمر للفيتامين دي لو احنا حاسين الاعراض اللي احنا قلناها، وهي اعراض ماليه الجسم يعني يعني ضعف المناعه، وجع شديد في العضلات، وجع شديد في الجسم، تعب لاقل مجهود، اضطرابات النوم، سقوط الشعر، يعني ممكن بعض الناس توصل معاها الهشاشه لتكسير العظم. طيب هل علاجه بالنسبه للاطفال زي الكبار؟ بالظبط، احنا بس بنظبط الجرعه بتاعته، يعني بتعمل له تحليل فيتامين دي وبنظبط الجرعه بتاعته على حسب بقى هو ناقصه قد ايه، على حسب بيحتاج قد ايه كده بالظبط. اكيد. دكتوره لما نيجي نقول ان كده يعني استشف من الكلام ان فيتامين دي هو المسؤول عن الميتابوليزم كله بتاع الجسم بشكل او باخر، او هو واحد من العوامل اللي تقدر تدعم الفكره موجوده في الجسم، نقدر نقول انه في اوقات بنضطر نلجا لان احنا ننقص فيتامين دي علشان نسيطر على حاجه اخرى في الامراض ولا لا مالهاش علاقه؟ انت لا مش فاهمه قصدي. في اوقات بنضطر ننقص فيتامين يعني دي، يعني هو مثلا لازم يبقى اوبتيمال، يعني لازم ليه حد معين، يعني اثناء مثلا عمليات زراعه الاعضاء بنضعف المناعه قليلا علشان لغايه ما الجسم يقدر يتقبل الحاجه. هل فيتامين دي مثلا في بعض اوقات بنلجا ان احنا نقلله او لا؟ لا هو اصلا عشان زراعه الاعضاء دي انت بتعملي كروس ماتشنج للحاجات، الاول بتعمل له ان هو الحاجات بتعملها كروس ماتشنج، خلاص هو اتعمل اتقبل، خد من الدونر الريسيبيانت عندنا بياخد يعني اميونو سبريسيف، حاجه بتنقص المناعه، مش بفكره فيتامين دي في حد ذاته، لا هي حاجه دواء ينقص الريجكشن او ان هو يحاول يلفظ هذه الزراعه. يعني ما فيش علاقه بين الحاجتين مع بعض الا اذا هو مثلا عنده نقص مش عارفه ايه، لا حكايه تنقصه لا، هو احنا بيتظبط العيان قبل وبعد العمليه، ولازم بياخد حاجه انتي يعني اميونو سبريسيف بتنقص الاميونيتي بتاعته. طيب ليه السيدات دايما هم الاكثر عرضه للاصابه بنقص فيتامين د مش الرجاله؟ يمكن ما بيهتموش بصحتهم، يمكن بيعملوا دايت كتير جايز. يعني هو الفكره يعني، وممكن هي بتلاحظ اكتر او بتبذل مجهود اكتر، ما اعرفش يعني. انا يعني هو الفكره في ان يعني عشان كمان الحمل والولاده يعني والرضاعه، الحاجات دي كلها استهلاك من رصيدها يعني. كل الشكر ليك يا فندم على كل هذه المعلومات والتوضيحات دكتوره نهله عبد الوهاب استشاري البكتيريا والمناعه والتغذيه، الف شكر ليك. شكرا يا فندم، شكرا جزيلا لحضرتك. مشاهدينا خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر. مصر بتتكلم حرفي، ده شعار النسخة رقم 65 من معرض ديارنا واللي هينطلق خلاص خلال يومين، فرصة مهمة جدا على فكرة لتسويق منتجات المشاركين من مختلف محافظات الجمهورية. كمان المعرض بيستهدف حماية الهوية والتراث وكمان الحرف التراثية والمتوارثة من آلاف السنين، وإنها كمان تحافظ عليها وتحميها من إنها تندثر. خلينا نعرف أكتر عن التفاصيل وعن معرض ديارنا وجديد النسخة دي من الأستاذة شيرين عاصم مستشارة وزير التضامن للتسويق والمعارض. صباح الخير عليكي، منورانا. صباح الخير. صباح الخير. حاجات تجنن يعني، قبل بقى نبتدي نتكلم عن حاجات تجنن، انا عايزه اقعد جنبك اصلا من كتر الحاجه تحفه. شغل ايدي البنات والستات تسلم ايديهم. خلينا نتكلم كده عن تفاصيل بتاعه الحاجات، بس بعد ما نقول بقى بسرعه برضو تفاصيل عن معرض ديارنا. اوكي، زي ما قلتوا النسخه 65، المعرض على مساحه 2800 متر، عندنا تقريبا 400 عارض، وبنحاول برضو نوفق شويه اوضاع، ناخد ناس صغيره في اماكن على طاولات، بحيث ان احنا ندي فرصة اكبر لكل الناس انها تعرض معنا، لان المعرض مدته 17 يوم. المعرض من 10 الصبح ل 10 بالليل في كايرو فاستيفال سيتي، ونتمنى ان الناس كلها تشاركنا وتيجي تتفرج على الحاجات الحلوة دي. لا هي الناس بتروح وناس حريصة ان هي تروح، وكل سنة واحنا بنشوف الاقبال بيكون عامل ازاي، ودليل ده ان احنا عندنا نسخة 65 بالظبط، وكمان قبل عيد الام وقبل رمضان، فهيلاقوا كل المنتجات اللي بيدوروا عليها. طيب زي ايه بقى؟
عندنا بقى اكسسوارات منزليه، عندنا ازياء، عندنا مفروشات منزليه، عندنا خزف، اخشاب، انواع مختلفه من الاخشاب. في كميه حاجات، يعني انا جايبه بس مجرد عينات من الشغل، بما ان ضيف الشرف بتاعنا السنه دي واحد سيوه، فانا جبت منتجات سيوه عشان افرجكم الحاجات اللي بتتعمل. جبت حاجات من سانت كاترين، جبت حاجات من شمال سينا التطريز. احنا بنتميز بالحاجات دي، والحاجات دي مهم انه مش بس الحرفي يقعد يشتغلها، مهم ان انا احط المصمم مع الحرفي فيطلعوا بالحاجات التراثية بلمحة عصرية. يعني حاجة انا اقدر البسها النهاردة. طيب احنا هنتكلم طبعا عن كل المعروضات، لكن عايزين نتكلم عن اللوجستيات، الترتيب، التواصل مع العارضين. احنا في نسخه 65، هل العارضين هم بتوع كل نسخه ولا بنحاول احنا نجدد؟ كل مره ان احنا نجدد وندخل ناس جداد. احنا بيبقى عندنا لجنه موجوده، العارض بيملا استماره اونلاين وبيابلود الصور، واحنا بناء عليه بنختار الناس الجديده. بس كل معرض لازم ندخل ناس جديده، وطول ما احنا ماشيين في بازارات في اي حاجه لازم نشوف عارضين جداد، لازم نشوف منتج جديد. في أفكار ناس جديده لنفس الحرف ولا حرف جديده كمان ما كانتش موجوده فبندخلها؟ في ناس بتدمج كذا حاجه مع بعض، فبالتالي بيطلع لي منتج مختلف. الفانكشن بتاع البرودكت هو اهم حاجه. هو ممكن يكون حد بيعمل منتج في القريه، بس المصمم بيوظفه ازاي، او اللي بيشتريه بيوظفه ازاي، وظيفه المنتج، اخلق للمنتج كذا وظيفه. المصمم هو اللي بيقول للحرفي اعمل كذا، ولا الحرفي هو اللي بيقعد يركب الالوان وهو اللي بيختار الشكل اللي هيطلع بيه الحاجه؟ مين بيعمل ايه في الحرفي؟ الحرفي عاده له في الصنعه وفي الحرفه انه يعملها. المصمم لما بيدخل بيظبط الالوان، لازم اكون مواكبه للعصر، لان انا عايزه المنتجات دي تتباع. فبالتالي لو انا مثلا هاخد مثال السجاد، لو انا بصنع سجاده بالالوان بتاعه زمان اللي كان فيها ورد اللي فيها كحلي واحمر، يمكن ده مش ده المطلوب النهارده. انا لازم انتج اللي السوق طالبه، لان صح. انا لما بنتج السوق طالب ايه، بالتالي المنتج بيبقى مسوق نفسه. غير ان انا ابقى بنتج حاجه وعماله بدفع فلوس علشان احاول اسوقها. خليني اركز في الانتاج وجوده الانتاج اكتر من اني اركز في اني اسوق. احنا عايزين نعرف ايه اللي جنب حضرتك دي. لمبة أو أباجورة من الملح من واحد سيوة. ملح صخري. الملح الصخري ده حاجة مفيدة للناس، بتشع علينا طاقة إيجابية، بتدفلكت النيجاتيف انرجي اللي طالعة من الموبايل، من التلفزيون أو من الراديو. كويسة للناس اللي عندها أزمة أو عندها مشاكل في التنفس. بقى دلوقتي في مصر حاجة اسمها سولت كيفز، كهوف للملح. وفي أوض للملح الناس بتروح تقعد فيها لمدة ساعة علشان التنفس. فبالتالي لو أنا عندي طفل مثلا عنده أزمة، أنا ممكن أعمل له حيطة في الأوضة كلها ملح، فبالتالي أساعد. مش ده إن أنا أصفره كل شوية؟ بالظبط. أسهل إنه أعملها له في البيت. فأنا شايفة إنها شكلها حلو، ليها منافع وفوائد كتير، فبالتالي حبيت أجيب شوية حاجات الجمهور يتفرج عليها. هنشتري إن شاء الله، هنشتري أكيد. فكرة التعامل مع الحاجات اللي موجودة في ثقافتنا وفي تراثنا، وكمان موجودة بوفرة وقريبة يعني في الفلوس. يعني احنا عندنا في ثقافتنا نستخدم المية والملح في التنظيف مثلا. بالزبط. ان احنا نقوم قايلين في المناسبات رشوا الملح 7 بالزبط. مرات. يعني في حاجات شبهنا كده وقريبة مننا، ازاي بقى غيرنا الموضوع ان هو حاجة قد تكون تميل للشعبية لشكل في منتهى الشياكة والأناقة، وفي نفس الوقت يقوم بالفعل اللي هو المفروض يقوم بيه، زي ما احنا شايفين قدامنا اللمبة الخاصة بالملح. اللمبة دي هم طريقة التصنيع بتاعتها بتبقى زي كأنك بتقطع رخام، يعني في مكنة كأنك بتقطع رخام. ممكن يعملها بالطريقة دي، وممكن يعمل فيها مثلا خطوط، هو بيتحكم في شكلها. وممكن تبقى حاجة شكلها إنها لايف إيدج، حتة ملح مجوفة جواها لمبة جواها شمعة.
ليها على شكلها حسب برضو. انا بوظفها ازاي. الديزاينر بيطلب من الحرفي يعمل ايه بارتفاع ايه بقطر ايه بناء على اللي مطلوب في السوق. عظيم. طب احنا عاملين بناء على اللي مطلوب في السوق وبنعمل عشان نبيع، الاسعار عامله ايه؟ ده مهم. انا عارف طبعا ان اي حاجه هاند ميد لازم يكون سعرها غالي عن الحاجات التانيه لان فيها مجهود كبير وفيها تعب، ده بكل تاكيد. الحرف بتعتمد على انها ما بتصنعش كميات. دايما لما ما بتصنعش كميات السعر بيبقى اغلى شويه. لانه انا ما اقدرش، انا مش مصنع، مش هقدر اصنع لك كميات. مش ما عنديش خط انتاج. انا فاهم بالظبط. مش هقدر اطلع لك 1000 حته لو انا بشتغل بايدي نفس الحجم نفس الوزن نفس لكن الهاند ميد بره. انا بتكلم بقى على الفرق ما بين الهاند ميد بره وفي المعرض عندكم. احنا الناس بتاعتنا العارضين متواجدين في حتت، في اوقات المحلات بتطلب منهم. احنا بنعمل المعرض لان المعرض ده بيبقى فرصه تسويقيه للناس، مش كل الناس بتقدر توصل للمحلات. فبالتالي وزاره التضامن دايما بتساعد الناس ان احنا بنعمل لهم معارض. عندنا معارض دايمه في الوزاره، وعندنا معارض دايمه في مؤسسه تنميه الاسره والمجتمع. دي بتعرض منتجات الاسر المنتجه عشان تساعد الناس اللي مش قادره تيجي القاهره انها يبقى عندها فرصه لتسويق منتجها. وعندنا تبع الوزاره مركز للنماذج، اشتغلوا على النماذج. انا لما روحت هناك انا شفت حاجات يعني حلوه جدا لدرجه ان انا ما تخيلتش ان دي مصنوعات من الاسر المنتجه. الخياميه، طريقه توظيف الخياميه على مفرش، بدل ما يشتغل بقماش قط اشتغلوا على قماش اورجانزا وعملوا ستان وعملوا الاشكال بتاعه الخياميه. ودي كانت حاجه انا الحقيقه لما روحت هناك انبهرت. ومعالي الوزيره يعني بتفعل الموضوع ده جامد جدا لانه محتاجين ان احنا نمكن اصحاب المشاريع المتناهيه الصرف. صحيح. اللي حابب الهاند ميد واللي حابب حاجه باللغه الدارجه كده زي ما بنقول الغاوي لحاجه زي كده، بيبقى عارف الميعاد وبيبقى مستعد وبيجي يعمل من قبلها الاوردر، او هو مقرر يعني انا عايز اعمل سجادتين مثلا في الريسبشن. احنا عارفين ان الهاند ميد لا يمكن هتطلع السجادتين زي بعض بالظبط، هتطلع نفس الاطار نفس الالوان، لكن الرسمه الورده هنا هتبقى مختلفه عن الورده هنا، الزاويه الشكل الفراش ايا كان الشكل. بيبقى قايل من قبلها ولا هو بيجي ياخد قطعه موجوده بالفعل؟ في ناس لما بتيجي المعرض بتاخد قطعه وبعدين ساعات يقول لك لا طب انا انت ممكن تصنع لي الطلب بتاعي. فبناء عليه كل حد بيعرض في المعرض عنده مكان بيصنع فيه. يعني بالنسبه مثلا المثال اللي حضرتك قلتيه للسجاده، انت عندك كذا حته في الجمهوريه بيصنعوا الكليم والسجاد، فممكن يصنع له بناء على طلبه بمتطلباتي بقى، عايزها كام غرزه، عايزها نوع لا ما بيدخلش كده، ما بيدخلش في التفاصيل، ما بيدخلش في كام غرزه الا لو هو حد فاهم قوي. عاده احنا بناخد بالشكل، ودلوقتي زي ما حضرتك عارفه الكليم بقى موضه، فكلنا بيوتنا بقت كليم بدل السجاجيد. صحيح. طيب الجزء تاني ومهم برضو من الموضوع زي ما كنا بنتكلم هي دعم الاسر المنتجه، هو تجميع كل هؤلاء العارضين في مكان واحد عشان اسهل على الناس في انهم يوصلوا للعارضين بمنتهى السهوله. وزي ما كانت منى بتقول كل واحد بقى بيكون ليه توجهه او كل واحد عايز حاجه بيروح لها. احنا عندنا اكتر من 150 معرض للاسر المنتجه من 2015 لحد دلوقتي. معرض جارنا ده بيتعمل من الستينات. فده معرض قائم، ده اول معرض قام في الجمهوريه للحرف اليدويه. بعد كده ابتدينا بقى في 2016 نعمل معارض متخصصه للحرف، ولكن معرض زيارنا ده بقاله سنين بيتعمل. يعني احنا لما بنقول الدوره ال 65 المعرض ده بقاله 65 سنه بيتعمل. السنه بيتعمل فيها كذا معرض لزيارنا. بحاول اكون متواجده، انه اكون متواجده مثلا في الساحل، اكون متواجده في الاقصر، في محافظات مختلفه. ولكن هو معرض اول دلوقتي جايبين سيوه ضيف شرف. سيوة ضيف شرف. كل سنة بناخد حد. السنة اللي فاتت كانت النوبة، مرة كانت أسوان، مرة كانت الفيوم. يعني كل سنة بناخد محافظة، بنحاول دايما ندعم المحافظات الحدودية. الفرص اللي المعرض ده بيخلقها بتمكن الناس. لما بحط الناس في المعرض وبيجيله حد بيشتري منه، بياخد الكارت بتاعه، بياخد نمرته، بيعمل طلب تاني أو بيطلب حاجة مخصوص، فبالتالي كده أنا بخلق للعارض
قاعده من العملاء. لما بيبقى عنده قاعده من العملاء بيبقى عنده استدامه في الدخل، فبالتالي انا بمكنه طبعا، فببقى بساعد في دفع عجله الاقتصاد. احنا لما بنيجي نعمل نبين شغلنا الحلو المختلف المتميز بنقول ان ده بيبقى فيه نوع من انواع التأصيل والتوثيق لثقافتنا، وان كل حاجه بتاعه المكان بتاعها. احنا عارفين ان احنا في سينا كده قريبين بينا وبين فلسطين، يعني اراضينا مش بعيده، وتلاقي حتى اللبس الرسمي بتاعنا مش بعيد عن بعض. بنحاول ازاي ناكد على اختلافنا في نقاط معينه موجوده في الجلابيه ولا في الشال ولا في الطرحه اللي بتتلبس على بالنسبه مثلا لغرزه شمال سينا، هي قريبه قوي فعلا زي ما حضرتك قلتي من فلسطين. الديزاين الكات بتاعه العبايه بتفرق. بنحاول دلوقتي انه ممكن لو عملت القصه تقليديه بحاول اشتغل مثلا الوان الشغل مختلفه. عاده شمال سيناء بتلاقيه احمر بفوشيا ببرتقاني باصفر، الوان زاهيه. هنا دي جمعيه من الجمعيات، وده شال قديم انا جبته من الالفينات، دي كانت جمعيه من جمعيات عمليه، الالوان مختلفه. فهنا انت بتغيري، يعني اعتقد ان دي انا ممكن ما البسش حاجه فيها مثلا لون احمر الصبح وانا رايحه الشغل، بس انا اعتقد الالوان دي انا ممكن البسها الصبح. صح. ودي بقى مش ماشيه تبع الموضه، دي قطعه هتبقى معايا في دولابي لغايه لما يعني اديها بنتي وبعدها. وابتدينا دلوقتي بالدمج مع المصممين، ممكن المصمم ياخد دي يعملها بونشو لو هي مثلا اعرض شويه، ممكن تبقى يفصلها يحط حته في عبايه، يعني الشيلان التالي بتشتري شال على بعضه، هو بيقص منه حتت وبيطعمها في الحاجه اللي هو بيفصلها، والباقي ممكن ناخده عشان ما يبقاش عندنا هادر نحطه مثلا على خدديه في البيت، نحطه في تابلو بحيث انه اعاده تدوير، ان انا ما يبقاش عندي اي مخلفات من المنتجات بتاعتي. طب عايزين نشرح باقي المنتجات. باقي المنتجات انا هنا جبت دول، ده شمال سينا عشان اوري الفرق في التطريز ما بين شمال سينا اللي هي الغرزة الكروس ستيتش، وهنا التطريز بتاع سيوة وألوانه قبلي، ألوان جامدة. في ديزاينرز ابتدوا يشتغلوا نفس الموتيفات بس بألوان مختلفة، ثلاث ألوان بس، بحيث ان هو زي ما قلت حضرتك الألوان دي ممكن تكون صارخة بالنسبة لبعض الناس، وفي ناس بتحبها، وفي ناس بتحب البيج وال جراي والبلاك تونز، فممكن نعمل نفس الموتيفات ونفس الغرزه بس بلون تاني. هنا ده كليم من سيوة انا جايباه، جايبه تطريز اللي هو بالخرز اللي من سانت كاترين، ده اللي في الشنطه. فين الديزاينرز انهم ياخدوا ده وتتقلب كلاتش سواريه؟ لا دي لو هاخدها للديزاينر. فين اعاده توظيفها؟ لا دي اعاده توظيفها دي هطلب منها انها هديها قماشه وهقول لها اشتغلي لي ده بالاشكال بتاعتك بس على حته قماشه، وانا هاخد القماشه اوظفها. يعني انا ممكن اخد اي تطريز من ده لو اشتغلته على شريط او على كوردون ممكن ابيعه بالمتر. ممكن اشتغل لونين على حسب طلب الديزاينر وعلى حسب هو هيوظفه في ايه. وهنا انا هي بتبيع حاجه المستهلك طالبها، مش بتعمل حاجه وقاعده مستنيه حد يشتريها. صحيح. أكيد. باين جدا الحلاوه والجمال. قبل ما نطلع على الهوا ما كنتش شايفه الشال من قريب، لسه كنت بقول لك بجد كل الحاجات هنمين، ولا في حاجات ممكن تكون اشتغلتش ولسه كنت بتلخبط، قلت لي لا دي هنمين، قلت لك معقوله بالدقه دي وقد ايه السيمتريه اللي موجوده بين الرسومات؟ قلت لي ايوه هم وصلوا لهذه المرحله من الدقه. نورتينا وشرفتينا واسعدتينا بعرض الفنانين سواء بقى المصممين او الحرفيين اللي عملوا الحاجه المحترمه دي، نورتينا شيرين. اهلا وسهلا. ميرسي. شكرا جزيلا ليك. مشاهدينا بكده نكون وصلنا الى ختام حلقتنا، بنشكر حضراتكم على المتابعه، بكره ان شاء الله عندنا حلقه من صباح خير يا مصر في نفس الميعاد، وصباحكم زي الفل.